احنا بنكمل موضوع الايدنتيفيكيشن اللي ابتديناه امبارح. في ميس بوينتس لسه هنتكلم عليها ونفكركم اللي قلناه امبارح. في ولاد كتير سالوني عن توزيع الدرجات. توزيع الدرجات هقوله، وبرضه في كونكشن يعني ما بيننا ان شاء الله في السكاشن وفي الكلام ده كله. طيب احنا لازم نرجعه تاني لنظام الميد تيرم الحمد لله، فيبقى توزيع الكلمة هنرجع نغيرها عن الترم اللي فات. عندك اللي ثابت عندنا إن شاء الله الـ Objective Practical Objective Structure Practical Exam اللي هو بيقول عليه ده ثابت عندي عليه 40 درجة. الاول بيبقى بعد اجازه نص السنه مباشره، يعني انت بتمتحن الميد تيرم انا باجله علشان اكون خلصت لك العملي كله، فبعمله اول اسبوع بعد ما بتيجوا من اجازه نص السنه. اول سيشن بنبقى عاملين لكم ريفيجن ونروح داخلين على طول على الامتحان، ده اللي هو اسمه اوسبي وعليه 40 درجه. طيب في عندنا الميد تيرم ان شاء الله هيبقى من 40 درجه زيه. في عندك الفاينل باذن الله من 60 درجه. في عندك اورال شيت اللي هو بديل للامتحان الشفوي بس 20 درجه اورال شيت. في عندك تو كويزز، واحد بنعمله قبل الميد تيرم وواحد قبل الفاينل، كل واحد ب 10 هيبقوا 20 كويزز. تمام كده؟ كده احنا خلصنا الامتحانات وكده. في الاكتيفيتيز فاضل الاكتيفيتيز، يبقى كده 80 160 كده 180. عندي 20 للاكتيفيتيز. عباره عن ايه الاكتيفيتيز؟ عباره عن 10 الاساينمنت بروجكت الريسيرش اللي هو الريسيرش اللي اتفقنا المواضيع بتاعته هتعدوا على الدكتوره ساره، هي موجوده عندكم بتديكوا سيكشن يوم الاحد والاثنين، وهي موجوده في القسم بصوره يعني ان شاء الله هتلاقوها. ممكن تكونكت معاها من النهارده معاها المواضيع، وهتحدد لكل رئيس جروب. انتوا بتقسموا نفسكم الى جروبات تتكون من 10 انفار، بتعملوا لي الريسيرش. الريسيرش ده بيبقى عباره عن سبجكت بتاخده، بتعملي هارد كوبي مكتوبه وسوفت كوبي وعلى سي دي وبتعرضها لنا. ان شاء الله ربنا يوفقنا نلاقي مكان ووقت نعمل البرزنتيشنز. طيب الريسيرش ده بيبقى عباره عن ريسيرش ورك بتعمله شورت انترودكشن وبعدين ديسكشن طويله للموضوع كشرح اكاديميك يعني وان اكاديميك بيزيس، وبعدين بتستقل ان انت تجيب كيس بتاع الفورنسيك بتاع الطب الشرعي تطبق الكلام اللي انت قلته النظري دوت. بتجيب كيس من بتبقى بتجيب من على النت كيس معينه حصلت كرايم معينه وات ايفر وتطبق على هذا الكلام. بتسبلمنت الريسيرش بتاعك لازم بصور كتير تطبق وتفهم الكلام دوت، يعني محدش يجيب لي ريسيرش اقرا كده وكلمتين وخلاص، عايزه صور، عايزه ممكن فيديوز. في الاخر خالص لازم تكتب الريفرنسز بطريقه ساينتفك. هتقول لي نعرفها ازاي؟ هتعرفها عن طريق الكوميونيكيشن مع البرسونال في الديبارتمنت. عندكم الدكتوره نانسي والدكتوره ساره والدكتور ماكسيم متواجدين على طول في القسم، وتشوفوا تعرفوا طريق غرفهم وتبقوا كوميونيكيتد معاهم بصوره مستمره. تعرف تكتب الريفرنس بطريقه علميه صح ازاي؟ لان زي ما بتكتبوا في رساله الماجستير ان شاء الله والدكتوراه تتعلم كتابته من دلوقتي، ان انت تكتبي الريفرنس العلمي، وده هيبقى عليه اكبر درجه في الاساينمنت بتاعك. طريقه كتابه الريفرنس بطريقه علميه كما هو متعارف عليه في رسائل البحوث العلميه. طيب ده بالنسبه للاساينمنت اللي عليه 10 درجات. في عندي 10 درجات تانيين. في انا هنتكلم على حاجه اسمها البروبلم
POS اللي هي Problem Oriented Session أو Problem Based Learning، اللي هو أنا بطرح عليك قضية معينة، القضية دي بيبقى فيها رأي كده ورأي كده، أنت بنعمل لها discussion غير طريقة الكيسز العادية اللي تجيلك في امتحان أو كده، تبقى الكيس اللي في الامتحان مختصرة تاكلينج ذا بوينت، النقطة اللي أنا عايز أسأل عليها موجودة فيها. الـ POS بتبقى قصة مطولة شوية، فيها جوانب كتيرة، فيها issues، فيها رأي والرأي المضاد. هنا هو هنطرحها عليكم وهنديكم منها ورقة مطبوعة هتشوفوها أو بديكم موقع تخشوا عليه أو وات ايفر يعني. بنعمل discussion بعد ما بنذاكر الكيس دي في البيت وناقشها مع زمايلك اللي هم العشرة بتوع الأسايمنت برضو. توزعوها عليكم بطريقة discussion، تقعد تشتغل كتيم ورك بتاع. بعد كده مش الدكاترة اللي أنا قلت أساميهم في الاسم هيناقشوكوا في الكيس دي وعليها 5 degrees. هيناقشك في الكيس ويشوفك انت استوعبت فعلا، اشتغلت فيها فعلا، حاولت تحل البروبلمز اللي فيها ولا لا، وعليها تقييم 5 درجات. تمام، في عندي 5 درجات باقيين. ال5 درجات اللي باقيين هيبقى على السكشن بيهيفير، يعني انا الاتندنس مش هدي عليه ليميت، لان الاتندنس من خلال السكشن بيهيفير انا هعرف مين اللي حضر. انت لو غبت انا هطبق فعليا موضوع حرمان من الامتحان اللي هيدروب 50% من السكاشن. تمام كده؟ اللي هيدروب 50% من السكاشن مش هيدخل الامتحان. يبقى الخمس نمر اللي فاضلين عباره عن السكشن اكتيفيتي، الدكتور بتاع السكشن بتاعك هو اللي بيحط لك النمره دي. تمام؟ في لوج بوك استلمتوه؟ لا. ما ذاكرتش ولا استلمتوا لسه كتاب الفورنسيك؟ لا. اوكي، يعني انتوا ما ذاكرتوش حاجه من اللي انا قلتها امبارح؟ يعني كلامي طار في الهواء، يعني ما حدش هيعمل لي ديسكشن تاني؟ طب هو نتعب ليه بقى؟ لا اله الا الله. طيب ربنا المستعان ان شاء الله. انتوا اللي كنتوا حاضرين امبارح ولا انتوا جداد خالص؟ يعني حد شافني امبارح؟ تمام. طيب احنا النهارده بنكمل موضوعنا اللي هو الايدنتيفيكيشن، واتفقنا ان كلمه ايدنتيفيكيشن which means بالعربي او الترانسليشن بتاعها ان هي قلنا استعراف وليس تعرف. قلنا ليه استعراف؟ لان انت بتفعل كل الفورنسيك ساينس اللي عندك والانفستيجيشنز واللاب علشان تقدر ان انت تو انديفيديوالايز سبيسيفيك بيرسون. يعني ايه تو انديفيديوالايز؟ يعني تحدده هو لوحده من ضمن اي حد. فيري يعني فيري اكيوريت ايدنتيفيكيشن اللي بنقول عليها عمليه البيرسونال ايدنتيفيكيشن، اللي بنقول عليها عمليه الاستعراف الشخصي بيرسونال ايدنتيفيكيشن. وقلنا في نقاط عندنا، قلنا البيرسونال ايدنتيفيكيشن او عموما عمليه الايدنتيفيكيشن بتواجه الطبيب الشرعي اما لبني ادم عايش عادي او اتفقنا الى جثه فريش لسه قريبه عهد بالحياه، او جثه حصل لها ميوتيليشن وبقت او بقت ديكومبوز، او كوليكشن اوف بونز. وقلنا دي اصعب ستيت، او دي لو كوليكشن اوف بونز عليه ان هو يبتدي يفنط. اول نقطه قلنا انت قدامك كوليكشن اوف بونز هتتصرف ازاي؟ قلنا اول نقطه اجيب حد وبقى قاعد يفرق البول من اللي مش بول، بول اور نوت، وبقول نمره 2 هيومن اور نوت، واتفقنا ان انا بعرف هيومن اور نوت من الاناتوميكال فيتشرز ومن البريزنتين تيست، وبعدين نمره 3 ابتديت اقول هاو ماني، واحد ولا اكثر، وبعدين نمره 4 ابتديت اقول هو فيهم ستات الميل ايه والفيميل ايه، خلاص اللي هو سكس ايدنتيتي وده هنرجع له تاني دلوقتي. وبعدين نمرة 5 دخلنا على الايدج ايدنتيفيكيشن من البول، الايدج ايدنتيفيكيشن، وقلت انا بحدد تحديد العمر من البول. انا عندي اول حاجه من السكال، وفي السكال مسكت نقط فاكرين اتكلمتكم عليها، الدايمنشنز وبعدين السوتشرز، وبعدين قلت لكم بعد كده سوري الكونتينيتس، وبعدين السوتشرز، وبعدين اتكلمنا على التيثنج، وبعدين اتكلمنا على الماندبول. النقط دي كلها بتساعدني على تحديد الايج. تمام، بعد كده انتقلت لللونج بونز
واتفقنا وقعدنا نسمع عند الهيومنس ايه وعند التروكليا ايه والكلام ده كله. ده كل دوت كان الايدنتيفيكيشن اوف ايج، مش كده؟ طيب انا بعد كده هو هبتدي في هنا نقط بس انا عايزه الفت نظركم عليها، يمكن انا فت بعضها وانا بشرح امبارح. عندي اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، كلمه انثروبومتري. انثروبومتري هتقابلك في الكتاب، انا ما تطرقتش ليها. الانثروبومتري دي طريقه كانت زمان بتستخدم، طبعا دلوقتي ما بنلجاش للكلام ده. الانثروبومتري دي كانت طريقه تستخدم في الاستعراف، ان هم لما يبقى يجي متهم او كده في الاسم ياخدوا له كل الميجرمنتس بتاعته. ده كمان كانت قبل حتى الفينجر برينت، تمام؟ ياخدوا له الميجرمنت طول الدراع ايه لحد طول النوز ايه وطول الايد بينا ايه. فكان هذه الميجرمنتس كانت اسمها الانثروبومتري. الفوتوغرافي احنا عارفين كان دايما في الاجسام واللي واطد واللي بيسجل ياخدوا له صوره بالفيس وصوره بروفايل ويقول لك ده مطلوب، مش كده؟ يبقى الفوتوغرافي كان برضه بيستخدم في الاستعراف. انا عندي الفينجر برينتس عايزه اقف عندها واقفه، امبارح انا مريت عليها مرور الكرام، النهارده عايزه اتكلم عليها تفصيلا شويه. الفينجر برينتس يعني ايه فينجر برينتس اصلا؟ اول حاجه انا قلت لك الفينجر برينت دي اهم برينت عندي في الطب الشرعي. لما اسالك هي اهم ولا دي ان ايه؟ لا هي اهم. الفينجر برينتس اهم لانها اكسسبل، لانها ايزي، لانها اكوريت مور ذان الدي ان ايه. هتقول لي ليه اكوريت اكتر من الدي ان ايه؟ لان لو عندي ايدنتيكال توين، الايدنتيكال توين احمد ومحمد الاثنين جايين من بيضه واحده وفي كرايم اتعملت، انا اي كانوت ديفرنشيت باي دي ان ايه بتوين ده مين اللي عملها. لكن الفينجر برينت كود ديفرنشيت ليه؟ لان الفينجر برينت فيري انديفيدوال فور افري بيرسون ايفن الايدنتيكال توين. طب حد يقول لي الله، طب ما الفينجر برينت بيزد على الجينيتكس، بيزد على الدي ان ايه، علشان احنا عارفين ان كل بروتين او كل صفه لازم لها في الدي ان ايه بتاعي جين معين اللي بيتحكم فيها. طب الايدنتيكال توين ازاي يطلع الفينجر برينتس بتاعتهم مختلفه مع ان هما الاثنين جايين من دي ان واحد؟ او ما اقول لك لان عندي الفينجر برينتس ليها مرجعيه جينيتك من الدي ان ايه وحاجه ثانيه اسمها ايبي جينيتك بقى نتيجه الانفايرومنتال كونديشنز اللي الفيديو بيتعرض لها النيوترو بتؤثر في دي فورميشن اوف ذا دي ان ايه. سبتايمز بتبتدي يعمل مسيليشن جروب مش عارف ايه وبتبتدي تبقى فيري ديفرنشيتد لكل توين عن الثاني. يبقى هي ليها جزء جينيتك وجزء نان جينيتك او ايبي جينيتك، تمام كده؟ خش يا ابني خش يا ابني، ما عنديش حد يستاذن لا في ولا في الخروج. بس ما يعمليش انتراكشن. طيب يبقى انا عندي الفينجر برينتس عرفت اهميتها عندي في الطب الشرعي. طيب عايزين ناخد شويه بوينتس عنها. الفينجر برينتس دي امتى بتظهر في اي جنين؟ اللي هي امتى؟ اول ما بيتولد ولا قبل ما يتولد ولا ايه؟ الفينجر برينتس بتتخلى وتتكون في البيبي وهو انترا يوتراين 4 شهور، انترا يوتراين اوف ايج. يبقى تحفظ ديت ان الفينجر برينتس انترا يوتراين من 4 شهور. اوكي؟ طيب الفينجر برينتس ديت عباره عن ايه؟ عباره عن ريتش ريتشز كده على البالمر سيرفيس بتاع الصوابع. طب هي في الصوابع بس؟ هي في الصوابع وفي البالمر سيرفيس هنا وفي الفوت كمان، بس اللي انا بستخدمهم فعلا اللي هم في العشر صوابع. طيب يبقى عباره عن ايه الريتشز دي؟ الريتشز موجوده في الديرمس والابيديرمس، يبقى في طبقات السكين كلها، بمعنى ان الابيديرمس بتاعت شال الفينجر برينت موجود، تمام؟ يبقى لو الابيديرمس بتاعي شال الفينجر برينتس موجوده في الديرمس. امتى الفينجر برينتس بتروح؟ الفينجر برينتس بتروح لما الديرمس تبقى ديستروي. في امراض معينه زي الليبروزي بياكل الديرمس يبقى هيدستراكت الفينجر برينتس، او في واحد مسجل خطر صايع هيروح يعمل ايه؟ ممكن هو يعمل بيرنينج او يعمل ياكل الديرمس علشان ما يبقالوش فينجر برينتس. بس هنا هو 7 علامات ان هو معروف مين اللي ما عندوش فينجر برينتس لما يسيب تاتش كده بقى برضه سسبكت. اوكي؟ يبقى حتى الدستراكشن بتاع الفينجر برينتس بيسيب لاند مارك
كانت سبيسيفيك للبني ادم ده. طيب يبقى احنا عرفنا يعني ايه الفينجر بريس. الفينجر بريس اللي بلاقي منها تايبس، احنا في دراستها كده عندك انواع، الانواع منها عباره عن ايه؟ عندي نمره واحد في اللوبس، في عندي اللوبس اللي هي كده وتمشي كده 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 ارنب. لو انا كنت كده ناحيه البادي يعني الارنب اتجاه الارنب، لو انا عامله ايدي كده يعني اللوبس دي تبقى اللي جايه ناحيه جسمي ها، او الاتجاه الاخر كده اللي هي الريدي. طب هنقول كومان دوت الموست كومان نوع في الفينجر برينت وكن عام ويمثل 65%. تمام، في عندي الارش، في عندي الوارز، في عندي الكومبوزايت. اهم حاجه تعرف ان اهم موست كومان عندي اللوبس الارض. طيب هي ايه الريجز ديت؟ الريجز ديت بتبقى مرتفعات كده عليها البورز بتاعت السويت جلانز. البورز بتاعت السويت جلانز بتفتح عندي على الريتش دي، ولذلك الفينجر برينتس بنقول عليها دراسه الفروسكوبي. فروسكوبي فورو بور يعني فتحه فروسكوبي. تمام، لان هي في الواقع هي دراسه فتحات السويت جلانز على الريتش دي. انا لما اجي لما البوليس بيرفع البصمات او الخبير الطب الشرعي يروح معمل الطب الشرعي ويفحصوها وكده، المفروض ان هو مش بيبص كده ويشوف البصمه ديت خلاص. ده لازم لما اجي اشوف البصمه دي لازم ادرس عليها في 16 موقع، في 16 موقع عليها، اخد الحته دي واخد الحته دي واخد الحته دي. يبقى هاخد 16 موقع هدرس عليهم ايه؟ بدرس عليهم شكل وتوزيع واتجاه فتحات السويت جلانز، البورز بتاعت السويت جلانز. تمام كده؟ عشان عارف انا بشوف ايه؟ بدرسهم على 16 موقع وبقارنهم اللي عندي. طب عشان استفيد من الفينجر برينتس لازم يكون عندي مرجعيه، يعني انت ليه بيطلب منك الفيش وتشفيه؟ فانت بتيجي تتوظف، بتيجي تسافر، بتيجي تحج، بتعمل مش عارف ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ والله بحبكم قوي بس ما بقى على انا مليان، حصل لي انترابشن بس. كنا بنقول ايه؟ الفيش والتشفين، هو ليه حكايه الفيش والتشفين ديت؟ انت بتروح تقص لبسهم في الاسم هناك وياخدوا منك فايل ويدوك شهاده ان هم بصمتك عندهم. تمام؟ البصمات دي بقى في مرجعيه، انت بصمت ولينا عدتها ميز البصمه بتاعتك، تروح في الشغل معاك شهاده كده ويتبصم عليها برضه ان انت الفيش وتشفين بتاعك. انا من غير المرجعيه دي بصماتك ولا ليها اي لازمه، صح كده؟ ولذلك لو واحد ما عملش كراينز قبل كده ودخل وسايب فينجر برينتس صعب اجيبه. صعب اجيبه لان انا بعتمد على العيال المسجله خطر والعيال الحراميه والبتاع، لما يجي لي بلاغ ان شقه اتسرقت فينزلوا يرفعوا البصمات، بنقارنها بين كل العيال المسجلين عندنا والحراميه قبل كده واللي ليهم سوابق. او هبتدي اشوف الناس السسبكتد اساسا تشكي في مين بقى؟ لو كانوا سوابق. غير كده انا هستفيد بايه الحاجه اللي رفعها ملهاش مرجعيه؟ تمام. يبقى دي بالنسبة للفينجر برينتس. الفينجر برينتس طبعا من اهم الايفيدنس لما تخش سينو اوف ذا كرايم بتدور عليها بتلمها. طب بندور عليها، في عندي فينجر برينتس تبقى واضحة، واحد اتعك في لغواص الدم وبتاع وايده اتعصر وهو ماشي عايز ينظف يعمل كده يعمل كده تاتشنج كوبس النور بتاع، دي بتبقى ايفيدنس واضحة جدا. طيب هنعرف نجيبها ونرفعها. في فينجر برينتس بتبقى مش واضحه للعين، اللي هي هنمسك الكوبايه وحطها عادي كده، مسك حاجه دي هنبتدي نقول عليها، او انا داخله مش شايفه فينجر برينتس ببتدي ادور عليها اسمها ليتنت برينتس. ليتنت يعني غير ظاهره ليا، وابتدي انا استعمل حاجات ثانيه تشوفوها، بيستخدموا الالترا فايوليت ريز والانفراريد وحاجات معينه وكده. طيب الفينجر برينتس عرفت اهميتها، عرفت ان هي فيري اكريت 100% individualizing، يعني الايدنتيكال توين بيبقى ليهم فينجر برينتس مختلفه لكن ليهم دي ان اي بروفايل واحد. تمام كده؟
طيب ننتقل بعد كده من الفينجر برينتس. في امبارح نسيت اقول لكم، انا فاكرين الايدج اوف 40 سنه، ساعه ما حتى قلت كان في اي حته اللي جدع منكم تفتكر اهو الديفاي بروسيس بتاعت الاسترنال، في عظمه انا نسيت اقول لكم عليها وهي تهمنا جدا في الخط الشرعي، وش الهايويد بون. الهايويد بون هنا، الهايويد بون دي تهمني جدا في الخط الشرعي، لان اي حاله اسفكسيا بالخلق احنا اول حاجه بندور عليها في الهايويد بون. وفي حالات الوفيات من الاسفكسيا بننصح بتشريح الرقبه الاول علشان نبتدي نشوف كل علامات الفايلنس في الرقبه ونشوف الايه الهايويد بون دي بالذات. طيب احنا عايزين نشوف الهايويد بون في الايدنتيفيكيشن، بيهمني في ايه؟ الهايويد بون دي بتتكون من بادي وجريتر كورنيو وليسر كورنيو بيبقى فوق كده. طيب المفصل اللي هنا ده اللي هو ما بين البادي والجريتر كورنيو ده بيتكلس عند سن 40 سنه، بيقفل عند سن 40 سنه، تمام؟ يبقى عند سن 40 سنه عرفت هنا وهنا، تمام؟ يبقى الهايويد بون فادتني الاول في الايدنتيفيكيشن اوف ايج. تاني حاجه في حالات الاسفكسيا، لما هناخد درس الاسفكسيا انا بدور على الهايويد بون دي ليه؟ لان لما اخنق باليد كده ويسبب الوفاه ده ضاغط دايركت على الهايويد بون. هنا هنلاقيها الجريتر كورنيو ده حصل فيه فراكشر، هنلاقيه حصل فيه فراكشر، وانا من وجود هذا الكسر هشخص اسفكسيا الخنق بالايد او بالحد وطيب، تمام؟ طيب نيجي فيه تاني. اتكلمنا امبارح طول ما انا كنت بحكي لكم على الايدجز او بنقول سن 16 سنه، طب ده يهمك في ايه يا دكتوره؟ فاكرين الكلام ده؟ طب كل ده لو يهمك في ايه يا دكتوره دي احنا بنعبر او بنبعبر عنها في الطب الشرعي بايه؟ بالميديكال ليجال انفورمنت. ايه اهميه الحته دي في الطب الشرعي؟ يعني ايه مغزى السؤال ده؟ هتستفيدوا بيها ايه في الاخر؟ طب عشان كلمه ميديكال امبورتنس دي اللي هنشتغل بيها على طول، يجي لك السؤال واتس ذا ميديكال امبورتنس اوف كذا، اهميتها ايه؟ مش هتقول لي اهميتها كده وكده وكده، بستفيد منها كذا، تمام كده؟ طيب واحنا بنتكلم امبارح في ايجز عدت عليا، لان طبعا ما تعرضناهاش في الاول، فانت عندك حته في الكتاب اسمها ايه؟ ages of medical legal importance، يعني الاعمار اللي ليها اهميه في الطب الشرعي او اللي تهم الطبيب الشرعي. اول حاجه بنبتدي من انترنت عايز في عند 7 شهور، العيل في سن الحمل 7 شهور، طيب ده بنقول عليه age of viability، ولما في اخر السنه او في اخر الترم هتاخدوا موضوع الانفانتيسايد وموضوع البريجنانسي والابورشن، وهنعرف ان انت مهم عليك كطبيب شرعي تقدم للمحكمه تقول سن البيبي ده كذا، وسن البيبي ده ان هو لو كان اتولد لوحده كان عاش او كان مات، او عشان حالات الابورشن وعشان تدين الام اللي عملت اجهاض وقتلت البني ادم دوت. طيب يبقى اذا 7 شهور هو ايج اوف فايابيلتي، بمعنى البيبي لو كان 7 شهور احتمال ان هو يبقى يتولد ويعيش ويكمل حياه طبيعيه وداوت ايدز ومن غير حصانات ولا حاجه. ولذلك احنا اتفقنا ان سن 7 شهور انترا يوتراين اسمه ايج اوف فايابيلتي، ده يهمني ولذلك يهمني احدده. احنا اتفقنا بحدد سن 7 شهور ازاي؟ افكركم تاني اتكلمت على نقطه التكلس اللي اسمها اوستيفيك سنتر، اللي هي اول نقطه بتبتدي تعمل الاوستيوسايتس. طيب النقطه دي قلنا بتبان فين؟ وفاكرين قلت لكم في لابت الاثنين وخمسه في الكعب و7 في التيرس، ادي 7 اهي في التيرس، يبقى انا هاجي على 7 ويا اما بشوفها بالاكس راي او باخد سيريال سيكشنز عند عظمه التيرس عند البيبي لحد ما اشوف السنتر اوف كلاسيفيكيشن ده موجود ولا لا. طيب اجي بعد كده سن 9 شهور، يهمنا في الطب الشرعي يهمنا جدا. ليه؟ في قضايا المال براكتس كلها وفي قضايا برضه الابورشن وكده، مال براكتس ان دكتور تسبب ان الست ديت ولدت بدري وليتها عامل لها اندكشن اوف ليبر ولا دخل عامل لها سيزيريان سيكشن وهي كانت لسه في 8 شهور وتسبب ان العيل ده نزل وعايز حضان وعايز عشان ايه وانتهى الى وفاه العيل. رفع عليه قضيه تقفله العيله
بتخرب بيتي طبعا. فهنا هو احنا لازم نثبت ان عمر البيبي دوت ايه. هل يقول لك والله انا ولدتها دي كانت فول تيرم؟ فول تيرم يعني احنا متفقين فول تيرم يعني العيل جايب 40 اسبوع انترايتراين ويعني كده معاه الولاد. فهو اذا كانت بدري يبقى هو جلتي كان مولدها فعلا بدري من غير ما اعمل اسسمنت للفيتال ساين. يعني خلينا مش هنخش في التفاصيل الاكلينيكيه. واحده برضه ولدت عيل وخنقت وودعت ان هو مولود بدري ومات لوحده. فانتوا هنا هو مضطر تقدم للمحكمه سن العيل ده هل هو فول تيرم بيبي اللي هو 9 شهور حمل كاملين. طيب التسع شهور حمل كاملين دول بنعرفهم الاتش اللي هو اوف ماتيوريتي للبيبي او الفول تيرم بيبي. احنا اتفقنا عن قلنا 7 عند الديلس سبيسيفيك سنتر وقلنا عند 9 شهور اللور اند اوف فيمر. لور اند اوف فيمر يبتدي يطلع سبيسيفيك سنتر اللي هو في 8 شهور وعند 9 شهور بيوصل 4 ملليمتر ان دايمتر. يبقى انا بعمل السيريال سيكشن بتاعتي وبشوف النقطه الجراي او بشوفها في الاكس راي اعرف على طول ان العيل ده 9 شهور تمام. طيب كل دول يهموني في قضايا الابورشن قتل البيبي والمال براكتس والكلام ده. طيب نيجي بعد كده الايدج اوف امبورتنس اوف سنتين اللي هو بنقول الاند اوف انفانسي او الاند اوف ذا ليجال انفانسي اللي هو كلمة انفانت يعني بيبي بيرضع يعني بيبي سكلت. المين فود بتاعه معتمد على البريست فيدنج او الارتفيشال على حسب. يبقى كلمة حددنا فترة الانفانسي 2 years على اي مرجعية؟ على مرجعية شرعية طبعا. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه مش كده؟ طيب اذا حولين كاملين وهو القوانين متشرعه على كده. وبالتالي سن سنتين مهم تحددوا ليه؟ لو عندك واحده محكوم عليها بالاعدام وهي عندها عيل لسه ما جابش السنتين القاضي لازم ومجبر ياجل لها الاعدام لان هناك حق متعلق بطفل لازم ياخد حقه في الرضاعه. تمام كده؟ يبقى انا عندي سن سنتين مهم جدا علشان تحديد الانفكس وعشان تحديد البريست فيه. طيب ننتقل بعد كده عندك الايدج اوف 6 سنين. الايدج اوف 6 سنين اللي احنا قلنا فيه اول درس بيطلع لنا ونفرح بيه قبل ما نبتدي نخلع حد الفيرست مول. طيب ده قلنا عليه سن ايه؟ دخول المدرسه لانه حق للطفل دوت ومفروض ان احنا نعاقب ونقاضي اللي ما يدخلش ابنه بعد عدى 6 سنين المدرسه. ما اعرفش القانون ده متطبق ولا لسه ولا لا. طيب نيجي بعديه ايدج 7 ييرز. ايدج 7 ييرز ليه اهميه عندنا؟ الايدج دي طبعا لازم تتحسب. ايدج اوف ديسكريميشن يعني متفق عليه انه سن التمييز. يعني ايه سن التمييز؟ يعني العيل ابتدى يفهم الصح من الغلط والعيب والحلال والحرام وابتدى يمكن القاضي يسمع منه قضيه ويسمع منه شهاده وياخد بيها. يبقى it is age of discrimination. ولو تجد مطابق للسنه النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا ايه؟ اموهم لسبب. انت مش هتبتدي العيله تلقى فيها الامر للصلاه والامر لسبع سنوات. يبقى it is age of discrimination. ننتقل بعد كده هتلاقي بقى عندك الايدج هو 14 سنه اللي هو اتفقنا عليه ايدج اوف بيوبرتي اوف ذا ميل. خلاص 14 سنه اهميته ايه؟ وقلنا ان انا بحدده عند التروبيا والكابيتولم مع الشافت بيلحموا مع الشافت التروبيا مع الكابيتولم الاول. طيب ده وسن 15 الاثنين مع الشافت وسن 15 الواي شيب سوتشر بتاع البلفس. طب اوكي ده مهم اهميته ايه؟ اهميته برضه اللي احنا قلنا الميل بيوبرتي. طب اهميته ايه في القضايا؟ برضه اي قضيه ريب او اتهام في قضيه سودومي اللي هو الابيوز السكشوال ابيوز للاطفال او الريب اذا كان اذا كان المتهم سنه 14 سنه او تحت ال 14 القضيه دي لا تنظر طبعا لان دوت ايه؟ ما ينفعش. تمام كده؟ يبقى كانك لا هو جارنا زمان هو متغاظ مني زي ما انا متغاظ منه.
عندنا بعد كده 16 سنه اللي هو اللاترال ابيكون داي بتاع بيقفل عنده. ايه اهميته؟ اهميته ده السن اللي انت بتطلع عنده قطاع الشخصيه مش كده؟ والسن دوت عنده برضه لسه ما بتتحكمش قدام المحاكم العاديه، لازم جوفينايل كورو. طيب سن 18 سنه ليه اهميه؟ طب سن 18 سنه ده احنا قلناه فين يا اولاد؟ الجريتا بروكانتر بتاع الفيمر. وايه كمان؟ برافو عليك. الخمسه اللي هي الميتا كاربال، الديستال انز بتاعت الميتا كاربالز وبتاعت الصوابع من فوق الديستال انز كلها بتلحم مع الشافت عند سن 18 سنه. تمام. سن 18 سنه اشوفه فين كمان؟ اشوفه عند في الرجاله عند اللور اند هنا، يعني في مرة قلنا 21 سنه هنا وهنا هتلاقي 18. تمام. طيب يبقى ال 18 سنه ده اهميته ايه؟ قلنا سن الجواز وسن التجميل وسن اللي مش ايه والرخصه القياده وحاجات كثيره عندك حافظها في الكتاب. طيب نيجي بعد كده في عندنا سن ايه؟ 21 سنه السيفل رايتس. طيب انا كده كاني بعيد كل المحاضره بتاعت امبارح. طيب سن 30 سنه اللي هو سن 30 سنه حتى تعرفوا بايه اللي هو ده يدخل مجلس الشعب، يدخل مجلس الشعب وينزل الانتخابات. سن 35 سنه اللي هو هنحدده ان الكورونا سوشيال ابتدى يقفل يعني، واللي هو لو كان معاك لو كان عنده 40 سنه هيبقى قافل الحته دي اللي هو ان هو يبقى ليجل يبقى بريزدنت خلاص. سن 60 سنه اللي هو البنشن ايج او ريتايرمنت. طيب عندنا ايه بقى؟ عندنا هتقابلك برضه في تحديد الايجز. فين المشاوره؟ متخفيه مش فيها الاقلام. عندي الهيومرس اللي هي العظمه بتاعت الدراع ديت، قال لك في حاجه عشان وانت بتذاكر كده ما حدش يجي يسال الكلام ده تاني. الميدلري، الميدلري شانل او قناه جوه العظمه الهيومرس، قال لك بتوصل السيرجيكال نيك، السيرجيكال نيك عند 30 سنه وبتوصل الاناتوميكال نيك. لا هي ملهاش هنا ملهاش ادي كده دي الاناتوميكال نيك والسيرجيكال نيك هنا. المدلري كافيتي هنا مع الايجنج بتعمل، فهتوصل هنا عند السيرجيكال نيك عند 30 سنه، توصل عند الاناتوميكال نيك عند 33 سنه. خلاص يبقى نعرف الايجز كده. ايه تاني؟ طيب في عندنا الايدنتيفيكيشن، انتقلنا خلصنا الايدج ايدنتيفيكيشن كده، بننتقل من العظم دوت. انا ممكن احدد اودي فكره عن طول البني ادم ده صاحب العظم ده ازاي. كان في واحد اسمه بيرسون، بيرسون دوت هو اللي قاعد عمل دراسه ووجد علاقه ما بين طول اللونج بونز وارتفاع البني ادم. فقال لك ان الفيمر اللينس بتاعها يمثل 25% من الهايت، يعني انا لو قلت الفيمر طولها كذا هضربها ب 25 على 100 او اعكسها هتديني الهايت. الهيومرس تمثل 18% من الهايت. تمام؟ انتقل. طب هو العظم بعد كده يفيدني اطلع منه معلومات ثانيه ايه؟ اطلع منه معلومات ايه؟ اطلع منه الديفورميتي والمالفورميشن مش كده؟ اطلع منه ان الراجل دوت مات كوز اوف ديث، ممكن يكون ميت من تيومرز معينه في العظم باين، ممكن الاقي عنده تي بي في العظم باين، ممكن الاقي عنده وات ايفر، يبقى كباثولوجي اشوفه كتروما، واحد عنده كسر في عظمه معينه وعملت يونيون بكالاس فورميشن ويبقى باين، هيبقى عندك باين ان في تروما. يعني الراجل ده تعرض لتروما للوفاه، يبقى ممكن جدا من اسباب الوفاه تروما مش كده؟ طيب لو انا حللت العظم دوت ولقيت فيه توكسنز، لان فيه توكسنز زي هيفي ميتالز وزي ادكتنج دراجز وكده بتتخزن في العظم، فانا ممكن بتحليل العظم اعرف التوكسيستي او الكوز اوف ديث. طيب ايه تاني؟ ايه تاني ممكن اعرفه من العظم؟ موضوع السكس اللي انا خدت منه شرطه ومسحته عشان انساه تاني. هنقول السكس ايدنتيفيكيشن في العظم، نقول ست ولا راجل.
طب انا العقل عندي ست ولا راجل هاجي لازم يكون افتر بيوبرتي، يعني قبل كده ما اعرفش افرق العظم ده بتاع عيل ولد ولا بنت خالص، لان اللي بيتحكم في الديفلوبمنت والابيرنس والشيبنج بتاع العظم كله الميل هرمونز مش الفيميل هرمونز حتى، لان الفيميل ديت اللي هي البيز لاين، لكن سبحان الله يجي الميل هو عنده اضافه، الاضافه ايه بتاعته؟ الهرمونات الرجوليه بتاعته هي اللي بتعمل الشيبنج للعظم اللي بتاع الراجل، تمام؟ يبقى انا قبل البيوبرتي ما اقدرش افرق بين تحديد السكس من العظم، يبقى انا لما اجي احدد سكس من العظم لازم اقول بعد البيوبرتي، لازم تبقى فاضل للحته دي. بعد البيوبرتي اللي احنا اتفقنا عليها من 14 ل 15 سنه في الرجال في الصبيان، تمام؟ طيب ثلاث عظمات عندك اللي هي السكال والاسترنم والبلفس، هم دول اللي بتعتمد عليهم على تحديد الايج، على تحديد السكس منهم، والعظم بيبقى واضح جدا الفرق، لان عظم الفيميل بيبقى خفيف لايت وبريدل وسموث، وتحس ان كل البروجرز اللي فيه راوندد، بينما بقى تيجي تمسك السكال بتاعت الراجل هتلاقيها، انا بكلمك على جنرال كاركترز، هتلاقيها هيفي وتقيله وشارب وكل يعني من السهل جدا انك تمسك السكال دي ودي وتقول ده راجل وده ست، سهله جدا. الكلام ده هناخده بالتفصيل في سيكشن، في السيكشن وهتاخدوا صور ليها والبوينتس بالتفصيل عليها. طيب نيجي هل تحديد السكس، انا بس بتطرق له هنا علشان بقول كوليكشن اوف بونز، لكن تحديد السكس وجه عام. تعالى بقى نتكلم على ايدنتيفيكيشن اوف سكس. الايدنتيفيكيشن اوف سكس، الله، هو كمان الايدنتيفيكيشن اوف سكس محتاج خبير ونينا وقرف منكم، ما باين دي ست وده راجل. لا طبعا، لا طبعا كده ما ينفعش، لان انت لما تقدم شهاده للمحكمه انت لازم تبقى شور ان ده راجل وان دي ست ولا لا. طب انا تحديد السكس دوت بتعرض له في ايه؟ قضايا مهمه جدا اللي هي الارث بوجه عام، الارث لان الراجل ليه مثل حظ الانثيين او تبر، يعني على حسب في كل واحد. يبقى احنا عندنا في قضايا الارث في الزواج، واحد اتجوز واحده وقال لا 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 ده طلعت راجل، او ما بتحبهاش طلعت راجل فعلا وعامله عمليه تجميل ولا بتاع. طب يبقى عندنا الزواج، الانتر سكس، قضايا الانترسكس والقضايا دي كتيره جدا، واحد كان راجل وعارفين عليه انه هو زميلنا في الكليه ولقينا على اخر سنه بقى بنت وراح للدكتور ومش عارف ايه، هل هو ترولي كان فيميل ويعني ليتر فيميل او وما اكتشفش دوت، ولا ده طبعا بالعمليات اللي هي الانليجال والحاجات اللي اجينست لو اللي هي بتتعمل علشان تبع الاهواء. فكل دي قضايا انت مضطر فيها ان انت تحكم انت امام ميل ولا في ميل. طيب انا دلوقتي ازاي هعمل ايدنتيفيكيشن للسكس يا جماعه؟ عندي بالجنرال ابيرنس الاول، وجنرال ابيرنس ده المظهر العام، اللبس وطريقه الكلام والشعر والبتاع. طب في عندي السكندري سكس كاركترز، الهير، توزيع الهير والبريست والكلام ده كله، والسموث سكين والكلام ده كله، المستشفى والدقن، كل دي سكندري سكس كاركترز، تمام؟ من المظهر العام. دي ما تقولش خالص ده ميل ولا في ميل، في ستات وستات وحفلانه ومخلفه 10 مرات وعندها دقن بتتحل، والله العظيم فسبحان الله خلق له في خلق شهود، فيبقى انت ما تعتمدش ابدا على المظهر، تمام؟ طيب دي واحده. يبقى احنا بالجنرال ابيرنس، نمره 2 مع الجنرال ابيرنس عندي لازم افحص السكس، الاكسترنال سكس اورجن، الاكسترنال سكس اورجن. طب فحصتها وقلت ده ميل وفي ميل، برضه لا، برضه لا، لان تحديد السكس ليفل، دي ليفل مبدئيه. طب ابتدي افحص على الانترنال سكس اورجن، زي انت ممكن تخش على جثه ما انتش عارف فعلا ده ميل ولا في ميل، اللي هو بيبقى اوبيس شويه وعنده بريست و ليتل بيج بريست، يعني لا هو بريست بتاع في ميل قوي ولا هو ميل بريست وتخين وليه كونتور كده في الساي والبتاع، وعايز تبص على الاكسترنال جينيتاليا تلاقيها امبيجوس، يعني بين الصغير على ليبيا كده ملحومه من تحت، تبقى واقف حسنك حوسه يا نهار اسود ده راجل ولا ست. خدت بالك؟ فاذا انت ما بتحكمش ابدا ده ليفل من الليفلز،
لازم اخش ابتدي على الانترنال اورجنز. تمام، الانترنال اورجنز مبدئيا الكيس الصفن اللي قدامي الخدي ده فيه تسفلز ولا ما فيهش؟ اذا ما فيهش انا هفتح جوه او بعمل بالاكس راي على البني ادم العايش او بعمل له بالسي تي او بعمل بشوف الانترنال اورجنز وبشوف البروستيت بتاعته، اشوف الفيميل اليوترس والتيوبز والاوفاريز الكلام ده كله. يبقى انا هشوف external sex organs و internal sex organs. طيب هل السكس هنا وقف لحد كده؟ لا، ده انا عندي ليبلز، ده انت تعمل هرمونال بروفايل، ده انت تعمل الكروموزوم الماء في الواحده اللي اسمها سوبر فيميل، اللي هي اسمها سوبر فيميل وهي ما لا تحبل ولا تعمل، لان هي عندها هي كام؟ اكس 2 اكس واي. ايه؟ تن اكس واي. وفي عندك يعني في البرايز، انا مش شاطره في الوراثه وكده، لكن انا عايزه افهمك ان ايه؟ لا انا عايزه افهم الكلام ده ايه يا اولاد؟ لا عددكم يحتمل انكم تتكلموا، ولا سني يحتمل ان انا احتمل انكم تتكلموا، ولا تركيزي بيطير؟ لا ارحموني يرحمكم ربنا. طيب احنا بنقول عن تحديد السكس ليفلز، يبقى هي مشكله كبيره قوي، لكن انا بلفت نظرك علشان تبقى واخد بالك من الحته دي. طب احنا هنقول تحديد بقى تشخيص السكس الجنرال ومعاه الاكسترنال والانترنال سكس اوركنز. نمره اثنين ان انا ابتدي اعتمد على النيوكليار سكس. يعني ايه النيوكليار سكس؟ نيجي نشوف اللي هو عندي في الفيميل، في الفيميل هلاقي عندها اي خليه النيوكليس كده وحاجه الاقي من اهوت تحت النيوكليار ممبرين بادي قاعد كده اسمه بار، اسمه بار بادي. طب هو ايه البار بادي ده؟ احنا في اي نيوكليس في الدنيا عشان تمشي الفانكشنز بتاعتها، اللايف فانكشنز بتاعتها من الريسبيريشن بتاعها محتاجه اكس كروموزوم يقود المساله، زي الست كده ربه البيت. طيب الست عندها 2 اكس كروموزوم، ينفع رئيسين في مركب؟ ينفع الوليه تاخد ضرتها تقعد معاها في البيت؟ لا، تقوم مديها كده يبقى هيطلع منها الاكس كروموزوم تحت النيوكليير ميمبرين يتكون كده اسمه البار بادي. انا لو خدت بالبقل سميث كده عينه وحطيتها تحت الميكروسكوب هشوف البار بادي، اعرف دي فيميل ولا فيميل، يبقى من النيوكليير سكس. كمان لو انا خدت من خلايا الدم البوليمور، البوليمورز عندي النيوكليس بتاعتها كده على نفس المنطق برضو، وهبص الاقي طالع من النيوكليير ميمبرين درامستيك اسمه دافيدسون بادي. يبقى في الستات هلاقي عندي البار بادي او دافيدسون بادي، دافيدسون بادي بلاقيه في البوليمورز والبار بادي في حركه من البطل سمير. طب الراجل اعرف النيوكليير سكس بتاعه ازاي؟ هدور على الواي كروموزوم. الواي كروموزوم بيبان ازاي؟ هاخد برضه البوليمورز وهحط تحت مايكروسكوب فلوريسنت مايكروسكوب وهسبق بسبب نوعيه اسمها كده جرين، هتوريني وتطلع لي على طول الواي كروموزوم. يبقى تاني ليفل في التشخيص السكس انا عندي النيوكليير سكس اللي يعتمد على بار ودافيدسون بادز في الفيميل والواي كروموزوم ديتكشن في الميل. تمام، انتقل لنمرة ثلاثة في تحديد ايه السكس. بسم الله الرحمن الرحيم. هما شفنا كده خلصنا السكس. اسيب حاجة مش محطوطة. انا بتكلم على السكس النيوكليير سكسينج بس خلاص. هنخش على الايدنتيفيكيشن يا جماعه. طب لسه في النيوكليير سكسنج، انا ممكن جدا عينه الدي ان ايه بعرف منها ده راجل ولا ست في النهايه. في النهايه يعني لو انت عملت دي ان ايه بيعرفك راجل ولا ست، لان عندي في لوكاس. لوكاس يعني زي ما هكلمكم في الدي ان ايه دلوقتي، لوكاس يعني موقع معين على شريط الدي ان ايه بيحدد السكس، اسمه الاميلوجنين لوكاس، يتعرف لي نفسك راجل ولا ست. اني هاو كده النيوكليير سكسنج خلص، يبقى احنا اتفقنا ما ننساش الكلام. نيجي بعد كده ننتقل الى انا خلصت عموما الكلام على كوليكشن اوف بونز. طيب ممكن احدد الريس
طيب الريس، الريس اللي هو ايه؟ احنا على مستوى الريس اللي هو من اي حته جغرافيه؟ احنا بنوقع فيه في شرق اسيا، وفي اللي هم المونجوليان، وفي بتوع افريقيا اللي هم النيجرويد، وفي بتوع اوروبا اللي هم اليوروبيان، وفي بتوع امريكا واللي هم خليط. وفي طيب انت على مستواك مش مطلوب منك ان انت تو اكسكلود ذا نيجرويد، تو اكسكلود ذا نيجرويد. يعني انا مش مطلوب منك تحديد ريس، لما اقول لك الريس ايه او كده ده علشان تقول لي ذا نيجرويد او نان نيجرويد تبقى تشمل كل الاجناس الاخرى. طيب نيجي تحديد الريس، لو انت داخل على حاجه سوفت، او زمان لما كنا بندرس لكم على الجاز ولا جايبه حته عينه فيها انجري، عينه فيها انجري معين، فانا بقول لك بتحدد الريس من لما تبص لون السكين ومن الكاركتر بتاع الهير، تمام كده؟ طيب ده في السوفت تيشو، من لون السكين ان الجماعه النيجرويد طبعا عارفين هم بلاك، والكاركتر اوف ذا سكين. بالمناسبه ما معناش هنا يا جماعه نيجرويد خالص بيتكلموا انجليزي عشان يقولوا لي اتكلم انجليزي، الحمد لله. طيب الكاركتر بتاع الهير بتاعهم اللي هو الشعر المفلفل اللي كارك، تمام كده؟ طيب ننتقل بقى في البول، تحدد الريس ازاي؟ خلينا في السكال، السكال اكتر اهم واحده. امبارح وانا بكلمكم حكيت لكم على السوتشر اللي هنا اللي اسمه الميتوبيك سوتشر، وقلنا ان هو بيقفل عند 3 سنين عندنا ويقفل عند 30 سنه عند الجماعه النجروي، وقلنا حتى لما بيقفل يسيب مكانه خط اسود كده، تمام؟ يعني عندنا السكالات كده تمسكها تلاقي الخط ده تعرف على طول دي نجروي سكال. حاجات تاني، في حاجات تانية يعرفها من السكال برضو. عندهم الفلت بتاعهم بيبقى ليس ارشد وطويل المسافه ما بين الانتيرو مارجن بتاع الكيس الابر على الطرف بتاع الماكسيلا ولحد الفورة من ماجنا من جوه لما بتقفل السكال كده لحد الفورة من ماجنا، المسافه دي عندهم اطول والفلت بتاعهم ليس ارشد. خلاص نسمي الكاركتر دي اسمها ايه؟ اسمها بروجناسيس، اسمها بروجناسيس. خلاص؟ طب عندهم ايه تاني؟ عندهم وايد ديتا الابيرشن، عندهم الماستويد بروسس بتاعتهم صغيره اصغر مننا، الماستويد بروسس بتاعتهم اللي هي مخففه كده وصغرناها. خلاص؟ عندهم هنا في سوتشر هنا الحته دي لقاء الاربع عظمات الفرانتال والبرايتال والتمبرال اللي هنا الجناح الكبير بتاع الاسفينويد. ده يعمل عندنا احنا كلنا شكل اتش شيب كده، سوتشر ما بين اربع عظمات. هتلاقي كده الفرانتال والبرايتال والتمبرال والجريتر ويند اوف ذا سفينويد. عامل اتش شيب عندنا، عند الجماعه النيجرويد يبقى اكس او مجرد بوينت يلتقي فيها العظمات. تمام؟ كفايه عليكم كده في تحديد الريس. طيب ننتقل الى حاجات تفيدك في الايدنتيفيكيشن بارت. بالراي يعني انت سواء راجل حي او ميت او اللي انت داخل عايزين في الاثنين تمشي. عندك التاتو، التاتو احنا عارفين ده بيهمني جدا لان اولا ده ثقافه بيئه، يعني جماعه في الصعيد مثلا بيحب البت وكاتب عامل اسمها هنا وبتاع وعلامه عشان خلاص كده عنده ده، او ده العصافير هنا. التاتو كل دوت يبقى معروف من الاهل وكده يقول لك عامل عامل الداء بتاعه كذا. التاتو بتاع الريليجيوس وجود الصليب او كده ده برضه بيساعد في الايدنتيفيكيشن. ده بالنسبه للتاتو اللي هو مرجعيه بيهيفيرال وكالتشرال. في التاتو اللي هو يديك فكره عن البيهيفير او البيهيفير بتاع الفيكتيم دوت اللي هو الجماعه اللي عندهم ايه؟ اللي عندهم ابنورمال بيهيفيرز والجماعه الفنانين واللي بيقعدوا يرسموا بقى الحاجات على الجسم كله. ومره ده في جثه كانت عامله تاتو على جسمها لكن انت تتخيلي انها لابسه بدله ستريتش وهي طبعا ولا حاجه، كل ده رسم على جسمها وكانت عامله سويسايد بالكربون مونوكسيد. طيب اذا التاتو ده بيديك فكره على المرجعيه الكالتشرال والبيهيفيرال، وبيديك ان كتير قوي في
الابنورمال بيهيفير والوفيات اللي هي فيها سيكشوال بريفيجنز بتبص تلاقي يعني انحرافات جنسيه بتبص تلاقي ما بتبقى دائما مسحوق معاه حكايه التاتوز في الابنورمال سايتس كمان. طيب بننتقل بعد كده الى ممكن اوبريشنز معينه، واحده مثلا عامله كذا سيزيريان، واحده عامله سيزيريان ومراره ومش عارف ايه فعندها سكارز، كل دي بتساعد على الاجنبي. طيب تعالوا ننتقل على في نقطه مهمه جدا عايزه اقولكم عليها، هي تنسال ويجي لك سؤال فيها من الكوليجال امبورتانس اوف تيث. ايه اهميه التيث في الطب الشرعي؟ من اللي انت ومن اللي انا قعدت اتكلم عليه ده قبل. ايه؟ طب استنى لسه ده عشان اقرب حاجه، ايه تاني؟ ادوارس دنتال برنت، الله يفتح عليك، which means بمعنى اخر بيرسونال ايدنتيفيكيشن. بيرسونال ايدنتيفيكيشن مش كده؟ طيب ده انت عندك في اخر الدرس بتاعي في صفحه الكتاب هتلاقيني مصوره لك كيس جايبينها من مرجع، الكيس ديت هتلاقي فيه بريست في ميل بريست وعليه عضه جامده جدا، ومن العضه دي دكتور عرف يعمل منها كاست ويجيب الكاركترز بتاعت السنان بتاعت الاسيلنت اللي عضها، ومن العضه ديت الصور كده السيكونس تبقى اتفرج عليها، ومن العضه ديت دكتور السنان قدر يقول لنا ان الاسيلنت ده ايدج تو ايدج، يعني كده ان ده يا جماعه اللي المانديبول بتاعهم اللور جو بيبقى عضل على الابر جو، عارفين الجماعه دول؟ ففعلا اللي كان في سسبكت من المشتبه فيهم عنده الكاركتر ايه، لما جابوه بمقارنه العضه ثبتت عليه الكرايم. تمام كده؟ يبقى انا عندي البيرسونال ايدنتيفيكيشن من الفحص البايت اكزامينيشن من البايت، انا بعتبر البايت العضه على التيشو من فوق ذيس از نيجاتيف كاست، انا اعمل منها بوزيتيف كاست. يعني ايه نيجاتيف وبوزيتيف؟ يعني انتوا عارفين لما نقول عاشق ومعشوق عارفين الفيشه والكبس، فانا عندي العضه دي اعرف اعمل منها كاست، ومن فحصي للكاست هجيب السسبكت او الاسئله اللي عندي، وده اللي حصل بالظبط في القضيه دي. تمام كده؟ طيب تاني في الديس اكزامينيشن يهمني ايه؟ الديس من المواقع المهمه جدا لتشخيص التوكسيستي في التوكسيكولوجي، هتاخده ان شاء الله الهيفي ميتالز كلها، بتفحص عند الروت بتاع السنه عند قرب الجنجبه تلاقي في عندك بلو لاين في الليب وجراي لاين في المربري، واخد بالك، والبيزماس بلاك لاين، وعموما انت لو خدت سنان وعملت سكشن وفحصت البلط هيفيدك في حاجات كتير. السنان تهمني تاني في الطب الشرعي في ايه؟ السنان بتحل لي معضله كبيره جدا في يعني هي اللي حلت لنا المشكله المعضله في شهداء البوسنه والهرسك في المقابر الجماعيه، ما عرفوش يعملوا دي ان ايه بروفايلز ليهم، حتى كانت السنان التول الوحيده لانهم خدوا السنان تعتبر يعني بروتكشن من ربنا للبلب بتاعها من جوه، ما حصلش ديجريديشن او ما حصلش كونتامينيشن للدي ان ايه، لان المرميين في المقابر الجماعيه دي بتتعرض اولا للمقابر ديت ما هياش سانيتري مش صحيه وفي كله على بعضه، فبتتداخل البروفايلز بتاعت الدي ان ايه ببعضيها بيصعب جدا استخراج الدي ان ايه، فكان الحل ان هم خدوا السنان وعملوا ايه سيكشر فيها، ومن البلط خدوا عينه الدي ان ايه اللي هي محفوظه جوه وقدروا يوصلوا للحل. طيب ودي احنا مشيناها في قضيه اشتغلناها هنتكلمكم عليها اخر طيب احنا كده ده بالنسبه للميديكال امبورتانس اوف تيث اكزامينيشن. يبقى عندي الميديكال امبورتانس اوف هير اكزامينيشن، والهير از ا فيري امبورتانت ايفيدنس ان ذا كرايم سين، والطبيب الشرعي لما يخش سواء عنده الجثه او الاسئله او في السين بيدور على شعر. اشمعنى الشعر؟ لان الشعر دوت من الحاجات الايفيدنس اللي هو سهل ينزل من البني ادم ويتواجد في المكان اللي هو فيه. يعني تبص تلاقي لما بندخل في سين اوف ذا كرايم
وعايز اعرف مين متواجد او مين اللي موجود او مين السسبكت، وانا عايز اخد عينات ابعتها المعمل اشتغل عليها. من ضمن الحاجات اللي بننصح بيها فرشه الشعر بتاعت البيت اللي موجوده، الفرش الشعر والكومز وكده، هات لي منها الهير وحرز وكده علشان نشوف مين كان موجود لحد ايه ونعرف كده، ده هيفيدني في الايفيدنس قوي. وانا داخل على جزء مهم جدا ان انا بشوف اذا وجدت على البرايفت بارتس بتاعتها في هير بتاع حد فورينر باخد محرز، معناها دي قضيه تريب، باخد ايفيدنس. لو انا عندي قضيه تريب حتى مش في جثه واحده عايشه وانت بتفحص، من اهم الايفيدنس اللي بتجمعها الهير، سواء من ايديها سواء على هدومها سواء من البرايفت بارتس بتاعتها، الهير ده هل هو تابع ليها ولا تابع للاسيلنس؟ تمام؟ طيب الهير موجود برضو، تروح بتدور في عربيه تلاقيت هير مين كان راكب هنا في اي، على كاربت على السجاده، انت يبقى الهير عندي من ضمن الحاجات الفيري امبورتنت ايفيدنس. طيب انت كطبيب شرعي بتاخد الهير يفيدك في ايه؟ الهير يفيدني في ايه؟ هطلع منه دي ان ايه مبدئيا، حد يقول لي دي ان ايه يا دكتوره ده لازم يطلع من الخليه اللي ليها نيوكليس، والهير احنا عارفين ان كلها كيراتين، الا اذا كانت الهير في شعرايه جايه بالبالب روت بتاعك او الروت بالب بتاعك، الروت بالب كده يبقى فيها خلايا هطلع منه دي ان ايه. طب ما فيهاش الروت بالب ده اعرف اطلع دي ان ايه تاني؟ هكلمكم عليه اسمه ميتوكوندريا، بس ما هوش بالايفيدنس او بالاكيوريسي او بالاهميه في الطب الشرعي زي الدي ان ايه اللي طالع من النيوكليس، النيوكليس دي ان ايه. تمام؟ طيب يبقى مبدئيا الهير هيفيدني في البيرسونال ايدنتيفيكيشن. بيرسونال ايدنتيفيكيشن حتى من الكاركتر بتاع الهير، لسه بقول لكم الجماعه النيجرويد الهير بتاعهم شكله ايه، والجماعه بتوع اوروبا الهير سايح وجميل، والهير بتاعنا احنا بين، يبقى من الكاركتر بتاع الهير واللون بتاعه هقدر كمان ان انا اعمل بيرسونال ايدنتيفيكيشن. الهير فحصه لازم يكون ده مسبوب ولا مش مسبوب، سواء على دماغ البني ادم ولا ايفيدنس عنك ولا كده. هل اللون ده نورمال ولا ارتفيشال؟ هل عليه صبغه ولا لا؟ كل ده المعامل هتقول لك عليه وتساعدك فيه، بس انت لازم تبقى اورينتد بالكلام ده. طيب الهير وانت بتفحصه يهمك في ايه تاني؟ يهمك في ان انت تشوف، انا قلت لك ليه الروت بالب بتاعه، فحصه تحت الميكروسكوب، يقول لك الشعرايه دي اتشدت بالعيب بالعنف، يعني الفيكتيم دي اتعرضت لعنف، انا لقيت هير هنا على صدرها وعلى الارض وكده، ابتديت المه، هبعته تحت الميكروسكوب هنشوف هل الروت بتاعه دوت متبهدل الشيس بتاعه وتورنت ولا ديجريديت او في ديجنريشن. لو في ديجنريشن يعني الشعرايه دي في العادي لايف سايكل بتاعتها لما الروت بيديجنريت بتقع، وكلنا بنتعرض ان احنا طبعا بننزل مننا الشعر، فهو وجود ديجنريشن عند الروت بالب ده معناها دي واقعه طبيعي، وجود تورنت شيز يبقى ده معناها ان هي منزوعه بعنف يبقى اتعرضت لفيروس. طيب اجي كمان افحص التيب بتاع الشعرايه، انا اتكلمت على الروت كل ده، التيب بتاع الشعرايه يفيدني في حاجه؟ لما اكون لسه حلقه على طول ولا مستخدمه المقص هلاقي التيب بتاع الشعرايه عندي شارب وليها انجلز كده ومستقيم، دي لسه مقصوصه، دي لسه اصلا شعرها قريب. او لقيت الشعرايه ليها كده وراوندد، ابتدت ان هو الاكيوت انجل دي تضيع وبقت راوندد كده، يبقى عدى عليها اقل من اسبوع ان هي قصه شعرها، ابتدت التيب دي تبقى انجلر كده اهو، ايه دي يبقى عدى عليها اسبوعين من قص الشعر. خلاص يبقى انا من فحصي للتيب اقدر ادي ديتنج ليه امتى الشعر ده اتعرض للقص. غير كده فحص الهير يهمني في حاجه؟ اللي تهمني في حاجات تانية كتير. انا عندي لما ناخد الهير انجلز واحد اتضرب بشومه على دماغه هتلاقي دماغه مفتوحه، ولما يجي لك وانت مش اورينتد بالدنيا او الميكانيزمات بتاعتها ايه ممكن تقول ده مقطوع بسكينه، لان الكونتيوزد ووند اللي هو الضرب بالبلانت انسترومنت او بلانت اوبجكت على السكالب دي اللي هي ستريتشت على بون هيخليه يفتح ان ا فيري شارب مانر، فتبص عليها كانه جرح معمول بسلاح ابيض او بحد شارب ايدج يعني. فانت هنا لو كتبت للطول ده بسلاح او ده كات ووند،
وانت ما فحصتش غلط اللي هيحل لك المعضله دي ايه؟ فحص الهير اراوند ايدجز بتاعت الون، فحص الهير اذا كان كراش يبقى ده بلانت تروما، يبقى دي بلانت تروما زي هنا اهو بفحص الايدجز كده اهو بلينس او بالميكروسكوب خدت التيشو وفحصت لقيت الهير كراش يبقى ده كونديوس دوند ببلانت تروما. بينما لو شارب كاتنج شارب يبقى دوت بكاتنج انسترومنت. طيب كمان عندي واحد في الحروق جاي لك انت مش عارف تحدد الحرق ده بدراي فاير ولا معمول بسبولدنج يعني بهوت فلويد. فحص الهير يقول لك لو ده متعرض لدراي ايتنج يبقى الشعر هنا شايط، كلنا ما حدش عارف شاف شعرايا حطها على النار كده او واحده تلف شعرها والواد التوفيق قاعد يبني معايا شعرها ولع في المكوه، هتبص تلاقيه شايط وهتلاقيه كوما شيب. كوما شيب يعني ليه الاند بتاعته بقت كلابد كده ومحروقه الشعر. طيب يبقى انا من فحصي للهير اقدر احدد نوع الحاجه اللي سببت في الحرق. نمر ثلاثه الفاير ار، شفت فيلم عيال تاني؟ احسن ما تشوفوش. طب هنيجي نقول ايه في العيار الناري، انا عند فتحه الدخول، عند فتحه الدخول في فيري هاي هيت برودكشن، البوليت الطلقه وهي داخله كده دي بسرعه رهيبه جدا معاها هيت انرجي وهي داخله زي الشنيول المحمي على النار. طيب يبقى هنا بتخش انا فحصي للهيت لو ام انا اشوف الهير دوت لو سجد ومحروق يبقى دي فتحه دخول ما هياش فتحه خروج، لو انا يعني مش عارف احدد فتحه الدخول والخروج. طيب في تاني في الهير اكزامينيشن حاجات تانيه تفيدني، الهير من الحاجات المهمه قوي احيانا ما بلاقيش عينات للتحليل الهير يحلها لي، واد حشاش ايراني وعايز يخش كليه الشرطه او عايز يخش كليه الفنيه العسكريه وهم عارفين انه حشاش وعندهم التحريات قالت كده لكن خدوا له العينه هو مبطل حشيش اليومين دول عشان يخش الكليه. بنحلها ازاي ديت؟ بنحلها من تحليل الهير، الهير يقول لك شرب اخر مره شرب امتى؟ والديوريشنز اللي شرب فيها وكده ان سيريال مانر. يبقى تحليل الهير يبقى الشعر من الحاجات اللي تساعدني جدا في التحليل، خلاص؟ تحليل الهيفي ميتالز برضه ودراج ادكشنز كلها والكرونيك توكسنز ودراجز كتيره جدا بتترسب في الهير، يبقى في تحليل الهير هتحل لي المعضله. تمام كده؟ نشوف نسينا حاجه في الهير اكزامينيشن، الهير روت والهير تيب والكيس اوف وونز والبيرنز والفاير ارم والبويزنينج والبيرسونال ايدنتيفيكيشن. ننتقل الى موضوعنا الكبير. الموضوع الصغير. نعم. الله يرضى عليك. انت احنا بنعلمك الحاجه وبنعلمك الايدج ده بيطلع فيه ايه وايه وايه. اولا في قطاع كبير جدا ما تقيس على نفسك ولا على الستايل اللي انت عايش فيه. انت حتى لما تشتغل ان شاء الله اذا ربنا اكرمك يعني ورحت القرى في قرى ما تعلموش وفي ما تأيدوش خالص ولا يعرف يعني ايه ميلاد ولا ده مش هيطلع رخصه، بس انت لازم تعرف عايز تجنيد عايز مش عارف ايه. انا بعلمك كل حاجه ومش مهم الابلكيشن انا اعرف ان انا اوصلها لك في لحظتها، فهمت ازاي؟ لكن انا عليا ان انا اوصل لك المعلومه وتستخدم في ايه وازاي، لكن الفرايتيز بقى تتسع ولو انا كل نقطه عشت معاك فيها للاخر هنعيش فيها سنين ونعمل مراجع ومش هنخلص معاك. يبقى يعني انا بديك التاتش اللي بفتح لك بيه الباب، عايز تفتح الباب وتوغل فيه وتعيش حياتك ربنا يساعدك. ماشي؟ طيب. ايه طبعا. وبعدين في الانفستيجيشنز كتيره جدا بتجب حاجات كتير، بس ما ينفعش ننطلق على الانفستيجيشن الجديده خالص من غير ما تعرف البيزكس والسلم اللي احنا طلعناه. لازم اعرفك الباك جراوند دي كلها وبعدين اقول لك التكنيك في الاخر ايه، تمام؟ واحنا الدي ان ايه اللي انا هتكلم عليه دلوقتي بيساعدنا طبعا بيجب حاجات كتيره جدا احنا قاعدين نتكلم عليها، لكن الدي ان ايه بيحلها لي
في حد يقول حاجة؟ طيب احنا ان شاء الله على موضوعنا دلوقتي هنبتدي نتكلم، وهو اخر سيكتور في موضوع الايدنتيفيكيشن، وهو الدي ان ايه تايب او دي ان ايه بروفايل. طيب انا عايزه اقول يعني ايه كلمه الدي ان ايه دي، اختصار ايه؟ دي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد اللي هو الدي ان ايه. اذا لو انا فرقت الكلام كده، دي اوكسي رايبو يعني في ريبوز، ونيوكليك يعني موجود في النيوكليس، وده اسيد مش كده؟ طيب نيجي نشوف هو فايدته ايه؟ وعايزه اعرف انا، احنا كلنا عارفين الدي ان ايه وعارفين الابلكيشن بتاعه وعارفين الكلمتين دول، لكن انا عايزاك على الليفل بتاع الخليه، الدي ان ايه ده موجود ازاي؟ وايه الدي ان ايه؟ وايه الكروموزوم؟ وايه يعني ايه المواقع اللي انتوا بتقولوا عليها دي بتاعت الطب الشرعي؟ وايه الكلام ده؟ طيب اسمحوا لي اسيب الميكروفون عشان ما بعرفش اعيش في الحاله بالميكروفون. اسمعوني كده؟ طيب الورقه اسمعني كده؟ لا طيب احنا بنقول الدي ان ايه ده عباره عن، انا لو مسكت الخليه عندك في الخليه كلنا عارفين ان جواها النيوكليس كده. وبعدين احنا لما اقول لك كده في الهيستولوجي خدنا ان جوه النيوكليس ديت في حاجه كده سودا واسمها اللي ايه؟ النيوكليار ماس. صح كده؟ طب انا النيوكليار ماس دي اذا شدتها كده من الخليه وفرفضتها كده هتبتدي تفرفض معايا تعمل لي كروموزومات، مش كده؟ الكروموزومات دي عباره عن كلها كويل على بعض كده. لو انا برضه شديت طرف منهم وفكيته كده هيبقى انا وصلت للدي ان ايه، شريط الدي ان ايه. تفرد الكروموزوم ده وتفرد الكروموزوم ده وتفرد انك شدد الشريط كده يفرطوا كل الكروموزومات، بقى شريط الدي ان ايه مفروض معايا كده. شريط الدي ان ايه ده اللي هو الريسيبي، الوصفه اللي ربنا خلقنا بيها كلها مكتوبه على شريط الدي ان ايه ده سبحانه وتعالى عما يصفون. طيب يبقى انا عندي يتواجد الدي ان ايه ده عباره عن ايه؟ عباره عن الكروماتين ماس ديت، شويه الكروموزومات بتوعنا ملفوفين على بعض وكلهم عاملين كروماتين ماس. لو انا فكيت الكروموزومات ديت يبقى انا خرجت بشريط الدي ان ايه الطويل اللي هو طوله قد ايه في الكروماتين ماس ديت، اعتقد في طول الدي ان ايه 10 متر. يعني انت لو كل خليه في جسمك بقى عد كام خليه عندك فيها، يبقى هنقول شرايط الدي ان ايه اللي جوه قد ايه. طيب انا هحط الدي ان ايه كده وهقول شريط الدي ان ايه ده عليه ايه وبيتكون من ايه. شريط الدي ان ايه دوت عباره عن خطين سلم، عارفين السلم اللي بنطلع عليه عشان ندقدق اي حاجه؟ هو السلم ده كده. عارفين السلم اللي بتجيبه كده العمال عشان تبيض عليه وتعمل اي حاجه اهو. طيب ده شريط الدي ان ايه لما فرضته كده عباره عن هنا هو ده سكر الريبوز اللي احنا قلنا عليه الخماسي بيشبك مع بعضه بالفوسفرس، يعني عباره عن ذره شوجر واثنين فوسفور، واحده هنا وواحده تحت كده بي وبي، وبعدين دي تشبك هنا ذره سكر، يبقى سكر وفوسفيت شوجر وفوسفيت. يبقى انا عندي العمود ده شوكر وفوسفيت والعمود ده شوكر وفوسفيت، تمام؟ ده الشكل ده بالظبط. نهايه ده ذره السكر هنا بتبقى شابطه فيها الفوسفيت عند ثلاثه، هنا تبقى شابطه عند كربون خمسه. دي كانك صوره مقلوبه. يعني تبص تلاقي هنا نفس دي هي دي، بس هنا الشوكر دي خمسه، يعني اللي قصادها دي ثلاثه ودي العكس ثلاثه. مش مهم قوي بس المهم يعرف البيزكس. طيب يبقى ده شوجر وفوسفيت شوجر وفوسفيت شوجر وفوسفيت. طب السلالم دي اللي هي بنطلع عليها دي عباره عن ايه؟ عباره عن الادينوزين والثيامين والسيتوزين والجوانينين. دي بيزكس موجوده اللي بتكون منها الدي ان ايه. الدي ان ايه بيدي اوامره للار ان ايه ولتخليق البروتينز كلها بالاربع حروف دول، اللي هم بالاربعه بيزز دول الادينوزين والثيامين والسيتوزين والجوانين، لغه كامله بيدي الاوردر بيها. بس هو ترتيب الحروف دي او ترتيب البيزز دي يجي ازاي ورا بعض؟ تيجي ثلاث مرات ومره مرتين ومره هكذا، يبقى الجينز، تمام؟
البيزز ديت بتتحد مع بعضيها بهيدروجين بونز، دول هنا ثلاثه هيدروجين ودي هنا اثنين، برضه مش مهمه قوي، المهم انك تعرف التركيب الوجهي عامل كده. ماشي؟ طيب نيجي نشوف، يبقى الدي ان ايه بيدي الاوردرز بتاعته من خلال ترتيب ايه البيزز ديت. ترتيب البيزز ديت هتبص تلاقيها بتيجي، انت ماسك شريط الدي ان ايه كده، شريط الدي ان ايه عليه مواقع اسمها كودينج، كودينج سايتس. الكودينج سايتس يعني هي اللي ليها الاهميه وليها المعلومه. انت عارف الراجل بتاع السوبر ماركت كده لما يعدي بتاع على المكنه مش بالنص ده الكود بس، بس انا عندي هنا كودز، فيها كودينج سايتس اللي هي اسمها الجينز، اللي هي اسمها الجينز. طيب الجينز دي موجودة فين؟ موجودة على الشريط الدي ان ايه ده، على مواقع مختلفة تمثل يا دوبك 10% من طول الشريط ده كله. كل الباقي قال لك ده هالس، الباقي اللي بين الكودز ملوش أي قيمة ولا بيشتغل. ده اعتقاد العلماء اللي لسه لما ما يعرفوش حاجة يقوموا إيه؟ يقوموا ما يدوهاش قيمتها. يبقى انا عندي جينز، ايه وظيفه الجين بقى؟ هو الكلام اللي انت هتتسال فيه اللي يعني انت فهمت تركيبه الدي ان ايه؟ فهمت ان الدي ان ايه ده مستخرجه من اي نيوكليتد سيل؟ لازم نبقى واخدين بالنا ان الار بي سي دي نان نيوكليتد سيلز، خلاص؟ يبقى انا ما بطلعش عمري الدي ان ايه من الار بي سي، لكن اذا كنت واخده عينه دم بطلعها من البوليمورس او من البلاز وايت سيلز، الوايت بلاز سيلز، تمام؟ طيب انا هاجي اقول لك الشيتس دي ايه، كل كلمه جين يعني ايه، يعني سبيسيفيك ريبيتيشن للبيزس ديت اللي هو بيدي اوردر للسنسز اوف سيرتن بروتين للبني ادم. كل جين بيتحكم في سيرتن بروتين، بمعنى اخر سيرتن بروتين او سيرتن كاركتر، الصفه المعينه. كل حاجه فيك في جسمك، لون الشعر والليفر بتاعك ايه وده الكدني ايه والكلام ده كله، وكل حاجه ليها الجين بتاعها على الدي ان ايه. وبالتالي كل جين، تفكرين زمان كنا بناخد يقول لك اب عينه زرقاء واتجوز ست عينها بني يخلفوا عيال ايه، وتبتدي تحط في الوراثه. عندك الاليز، الاليز اللي هو الجين واضح ده جين العين الزرقاء، لكن الاليز اللي هو شايل الصفه السايده والصفه اللي مش باينه، فاهمين ازاي؟ طيب انا لو جيت قلت اي جين من دول بيحمل صفات برضه تقع في نطاق الحيز المعدول بالنسبه لي في الطب الشرعي. انا عايز استخدم الدي ان ايه علشان اعمل بيه بيرسونال ايدنتيفيكيشن، يعني ده بتاع مليجي لوحده، ده بتاع مليجي لوحده مش بتاع اي حد تاني، فده اسمه ايه؟ اسمه انديفيديواليزيشن، تمام كده؟ طيب يبقى اذا انا لو اعتمدت على الجينز اللي هي الكودينج ارياز لا يمكن هتساعدني في التحديد، لان رجعنا تاني للايدنتيفيكيشن من خلال الصفات المتكرره اللي احنا قلنا الفيجوال، مش كده؟ يبقى انا ما اعتمدش في الطب الشرعي على جينيتك ارياز ابدا، لان الاليز بتاعتها معدوده على صوابع ما بين بني وازرق وكستانية واخضر ومش عارف ايه، فكلها هنقول ريبيتيشن للصفه كل 12 او 15 بيرسون، مش ما ينفعش خالص ان انا اعتمد عليها في البيرسونال ايدنتيفيكيشن. بالدراسات وكده اتضح ان الانترجينيك ارياز اللي هي ما بين الجينات، اسمها الانترجينيك ارياز، النون كودينج ارياز هي اللي تخدمني في الطب الشرعي. ازاي؟ الاليلز بتاعتها الى ما لا نهايه. الاليلز بتاعتها لا الى ما لا نهايه، ليه؟ سبحان الخلاق له، هو اللي عالم السر سبحانه وتعالى، لان الجينز دي اذا حصل فيها ميوتيشن او تغير للريبيتيشن بتاع الاعداد ديت، وابتدينا خرجنا عن الاليلز المتعارف عليها معانا، بقى دوت انكومباتبل ويز لايف، وتلاقيه من ضمن الاسباب الابورشن ان حصل في جينيتك ارياز ميوتيشنز وتغير تكرار الايه؟ البيزس دي. انما عندي الانترجينيك ارياز تتعرض لميوتيشنز الى ما لا نهايه، وبالتالي نتج منها الليلز انيومرابل ما لا نهايه، وبالتالي سبحان الله بقت زي الفينجر برينز، ان انا لو درست الانترجينيك ارياز اللي انت بتورث
واحده من ماما على شريط الدي ان ايه على الكروموزوم بقى، تاخد شريط الدي ان ايه عند الكروموزوم الفلاني بنحدد موضع، نقول لهم ادرسوا الحته الانترجينيك اللي ما بين الجين ده والجين ده اللي موجوده على الكروموزوم 18، هتلاقي هي دي اللي هنقارنها. وتعرفنا في الطب الشرعي على 16 موقع، فاكرين لما قلت لكم برضه 16 حته في الفينجر برينتس، برضه احنا اتفقنا عالميا على على 16 انترجينيك موقع سميناها 16 لوكس في الفورنسيك ميث. وبالتالي لازم تبقوا صحيين، هو اي تحليل دي ان ايه يخدمك في اي حاجه؟ طبعا لا، بتاع اللي عايز يزرع كبد وبتاع ما بيعمل دي ان ايه علشان يشوف ماتشي وتيشو ماتشي ويشوف الجين بتاع الليبر تيشو ده هيبقى ماتش مع ده ولا لا، ده يخدمني انا في الطب الشرعي؟ ما يخدمنيش طبعا. انا اتفقت انا ولذلك انا عايز افهمك يعني ايه لوكس ويعني ايه انا بشتغل على الانترجينيك ايريا، ده انا الوحيده ده انا وحيده في مجال الطب وفي مجال كل حاجه اللي بشتغل على الانترجينيك ايريا، كل بتوع علم الوراثه يشتغلوا على الكودنج ايريز على الجينز، لكن انا في البيرسونال ايدنتيفيكيشن لازم اشتغل على الايه؟ على النان كودنج ايريز الانترجينيك ايريز. وبعدين ال 16 موقع دول محددين عالميا، لان طبعا اللي بيعمل الريسيرشز دي والكلام ده كله ايه؟ ال اسمها ايه بتاعت امريكا دي؟ الاف دي ايه ولا اسمها ايه ولا ايه؟ اهي خدتوا بالكم هي هم اللي بيعملوا ريسيرش وهم احنا علينا بنتلقى وهم اللي بيكسبوا كل حاجه وبنتلقى وبنزل حل. تمام؟ طيب فاحنا اتفقنا على وجود 16 موقع، 16 موقع ويحددوا كل موقع ليه اسم وليه تحديد انك تعرف على كروموزوم نمرة كذا في الموقع ما بين الجين الفلاني والفلاني، هتخش تدرس كذا حددنا مواقع، يبقى انت تعريف اللوكس عندك في الكتاب، تعريف الجين عندك في الكتاب، وهتبعت الكلام ده كله طبعا للاسئله. هنيجي بعد كده حددنا ال 16 موقع بتاعه. هل ده دي ان ايه اللي هو عموما وانا بعتمد بقى مقارنه ال 16 موقع، يعني انا لما يجي لي واحد شايل عينه وبيقول لي الواد ده مش ابني، انا عايز اعرف الواد ده ابني ولا مش ابني، يا دكتور عامل لنا دي ان ايه. تمام؟ طيب انا هنا بروح واخد عينه من الاب وباخد عينه من الوالد طفل، طبعا بتبقى اسهل حاجه ان احنا عشان نحفظ العينه وكده بناخد منه عينه بلاد، وهناك بيسنترفيوج وبياخدوا الوايت ديزيز. طيب في المعمل يعني وببعته المعمل واقول له اعمل لي دي ان ايه بروفايل باستخدام اللوزاي بتاعتي، انا عايزاه ده علشان الديسبيوتد باترنتي علشان طب شرعي علشان ما يتعملش مع كيتس بتاعت حاجات ثانيه، مش كده؟ طيب يروح بعت لي الراجل بعد كده التحليل، عامل لي جدول فيه 16 خانه 16 موقع وكاتب لي كده الاب ادي احمد وادي الواد حسن، ويروح كاتب لي الموقع الاولاني بالظبط مدي لي كده الموقع الاولاني نمره واحد الموقع الاولاني وانا عارف ان هو الموقع مين، يروح جاي كاتب لي كده ادي الاب وادي الاب ويعمل لي الجدول، الاب هنا طلع 11 و5 العيل هنا طلع 7 و5 الاب هنا طلع 13 و9 الواد هنا طلع 8 و13 الاب هنا طلع 21 ولا 12 و3 الواد هنا طلع 9 و3 وهكذا. اما انا باجي ابص المقارنه بتاعتي انا ببص زي الرقمين بتوع الاب لازم الواد ياخد منهم واحد في ال 16 في ال 16 موقع لازم العيل ياخد منهم واحد من ابوه، اذا جاء اذا وقف واخد واحد واحده من ابوه في كل المواقع يبقى ده تمام، يبقى خلاص ده اذا هناك اختلافات يبقى مش هنا، واضح الكلام؟ في ال 16 موقع وليه ال 16؟ علشان ما سيبش نسبه احتماليه قد ايه، ده بالنسبه للبيرسونال ايدنتيفيكيشن، ده اللي قائم احنا بنعمله. طب انا واحد ده مجهول هاخد منه عينه عندي في الـ في الـ في الداتا بيس بتاعتي على الكمبيوتر كان متاخد له عينه قبل كده هقارن بيها، ما كانش هجيب اهله اذا كان عارفه اهله، اهله مين؟ دايما انا بدور على مين الاقرب الاب والام، لان هو شايل 50% من بابا و50% من ماما الجينم بتاعه، يبقى انا اول حاجه الاصول ارجع الاصول ابوه عايش
أم عائشة هتوه تاخد منه منقار، لازم المبحث بقى نفس القصة، لازم ألاقيه واخد من أبوه واحدة أو من أمه واحدة، تمام كده؟ متخيلين معايا قادرين تستوعبوا؟ لا معايا؟ تمام. يبقى أنا لازم برجع بالمقارنة، يا إما ده تميز يا إما الأهلية، الأهلية أب وأم، إذا الأب والأم مش موجودين أبتدي أدور على الأولاد، هل في أولاد؟ لأن أولاده هيشيلوا 50% مني، صح كده؟ وقارن برضه أو ما أقدر أحدد البيرسونال أيدنتي، مالوش أولاد أبتدي ألجأ إلى سيبلينجز الإخوة. تمام؟ والإخوة يبقى هو يشيل الروم. ألاقي الروم، إذا البرسنتج ابتدت تختلف. تمام كده؟ يبقى عرفتوا إزاي لما بيمسكوا واد إرهابي يعرفوا هو لا ويجيبوا أهله ويعملوا كومباريزون ما بين الدي إن إيه وبتاع وهكذا. طيب يبقى إحنا لما نخش بقى دي بالنسبة، هل عندي في أنواع من الدي إن إيه؟ أنا قلت لك في حاجة اسمها الدي إن إيه، أنت مش طالع من نيوكليس، أنت عندك شعر وما فيهوش بلط وعايز تعمل منه دي ان ايه، الشغل الدي ان ايه اللي بيشتغلوا كله زاهر حواش ده ولا اسمه زاهر ايه اللي هو قائم على اتجوزت احمص وخلفت حلم مش كده؟ ايوه زاهر حواش ده كل شغله ده قائم على الميتوكوندريا دي ان ايه. ميتوكوندريا دي ان ايه يعني ايه؟ ميتوكوندريا دي ان ايه يعني دي ان ايه اللي موجود على الميتوكوندريا مش موجود جوه النيوكليوس. احنا عارفين ان الميتوكوندريا دي السيتوبلازميك انكلوجن بادي موجود بعيد عن النيوكليوس مش كده؟ النيوكليوس ده اهي الميتوكوندريا في السيتوبلازم لو تفتكروا من زمان كنا بناخد في الهيستولوجي. طيب الميتوكوندريا دي مهمه جدا لانها اللي بتعمل الريسبيريشن بتاع الخليه والى اخره. ما علينا، هي دي عليها دي ان ايه اسمه ميتوكوندريا دي ان ايه. في حال انا ما عنديش نيوكليوس سيل انا بعتمد على الميتوكوندريا دي ان ايه، لكن لازم تعرف ان الميتوكوندريا دي ان ايه ده جاي من سورس واحد. يعني ايه سورس واحد؟ يعني يديك فكره ماتيرنال واي، لانه جاي من الدي ان ايه بتاع ماما ساعه ما كان ده انيوترو. لان الميتوكوندريا دي ان ايه هتلاقي الزايجوت ساعه ما التحم في اليوترس هتلاقي ان عندي الـ علشان الزايجوت يكمل حياه اخذ الميتوكوندريا بتاعت الاوفا وده اللي حمل عليها الدي ان ايه بتبقى كل خلايا الجسم عليها الدي ان ايه في الميتوكوندريا يعني يساعدني في الماتيرنال اوريجن بتاع الدي ان ايه. طيب تمام ده كده عرفنا وظيفه الميتوكوندريا الدي ان ايه. الميتوكوندريا الدي ان ايه يخدم في الهيستوريكال الحاجات بتاعت الهيستوري والحاجات بتاعت الاوريجن الاسره المالكه مين والبتاع وكده، لكن كاكتوال بروفايل ما هوش ده اللي بنشتغل بيه في الطب الشرعي. نيجي انا عندي اللي اهم من ده وده بقى الواي كروموزوم دي ان ايه. ايه بقى حكايه الواي كروموزوم دي ان ايه؟ الواي كروموزوم احنا عارفين ان احنا بناخده من بابا لاتش لوحده. طبعا انتوا ما عندكوش واي كروموزوم، البنات ما عندهمش. يبقى الواي كروموزوم بابا بيورثه لابنه از ات از، ما فيهوش حاجه جايه من ماما مش كده؟ يبقى الواي كروموزوم يعرفني الباترنال اوريجين، يعرفني الباترنال اوريجين، بمعنى كمان ان انا بستخدمه يعرفني لقب العيله. يعني ايه؟ يعني الداتا بيز على الكمبيوتر وبتاع لما ان شاء الله ربنا يكرمنا ويبقى لنا داتا بيز في الدي ان ايه، يوم يقدر يقول لك من قضية فحصوا الواي كروموزوم في عين الدي ان ايه يقول لك الواد ده من عيلة حبيش المسجل عندهم خطر من الواي كروموزوم عرف السير نيم بتاع العيلة وجابه. تمام؟ طيب يفيدني في الواي كروموزوم كمان في قضايا المالتيبل ريب اللي هو واحدة والعياذ بالله مثلا اغتصبت من شلة شباب والكلام ده كله. هنا هو بيحصل ايه؟ ياخدوا عينه من الفاجينا بتاعتها ويعملوا دي ان ايه. صعب جدا ان انت تفصل البروفايلز بتاعت الدي ان ايه هنا لان حصل اختلاط. طيب امال نعمل ايه؟ نعتمد على الديتكشن اوف ذا واي كروموزوم هنا والدي ان ايه بتاع الواي كروموزوم يقوم يقول لي ده العيال المسجله خطر ده وده وده بيبقى مسجلين عندهم الرصد كثير. طيب ننتقل بعد كده نقول احنا كده فاضل لنا ازاي تجمع عينه الدي ان ايه؟ خش تعمل ابلكيشن للكلام ده ازاي؟
انا عشان احصل على الدي ان ايه لما ادخل على كرايم سين مهم عندي اجمع ايفيدنس. جمع الايفيدنس ده انا هدفي كله ان انا اوصل للاسيلنت اللي عمل الحدوته دي. بجمع اي حاجه هتديني دي ان ايه، اي حاجه هتفيدني، ايه العينات اللي ممكن اجمعها ليا فيها دي ان ايه، اي بيولوجيكال ايفيدنس ممكن يفيدني. يعني ايه بيولوجيكال ايفيدنس؟ يعني ايفيدنس جاي من الجسم البني ادم، زي الهير، زي السلايفا، زي السويت، زي اليورين، زي الفيسز، زي اي، زي السيمن، اي حاجه ريليتد للهيومن بادي اسمها ايه؟ بيولوجيكال ايفيدنس. بجمع الكلام ده. اي ايفيدنس عشان يبقى له قيمه قانونيه وينظر امام المحكمه لازم يبقى له تشين اوف كاستدي. يعني ايه كلمه تشين اوف كاستدي؟ يعني علاقه الطرفيه. يعني ايه علاقه الطرفيه؟ دي لازم تبقى سلسله متصله. يعني ايه سلسله متصله؟ يعني ما جاتش في النص وقع. لما يجي ينظر امام المحكمه يقول لك لا ده انت جايبه من بيت امك، ما ينفعش ده وانت تاخد بيه. ازاي؟ انا لما انا خدت عينه الدم ديت او خدت السيجاره اللي لقيت عليها اللي شاربها الاسئله في المكان وحرستها، انا لازم اخدها احرزها في التست تيوب او في الظرف اللي هحطه فيه، وحرز ده بالشمع بالسوليتيب وبعدين بالشمع الاحمر، وشرط على السوليتيب كده والشمع الاحمر، وبعدين اكتب انا في تاريخ كذا الساعه كذا من المسين كذا، ودي ريليت القضيه رقم كذا في كذا، واختم بخيط. الحرز ده ما يتفتحش الا بمعرفه حد هيعمل نفس القصه دي بعد ما يفحصه. يعني انا عملت كده عشان يوصل وكيل النيابه ويعرف الاحراز اللي جات له ايه. وكيل النيابه عايز يعرف الاحراز دي ايه؟ بيروح كاتب كده محضر فض الحرز الفلاني. بحضورنا نحن وكيل النيابه فلان الفلاني قمنا بفض الحرز اللي جاي عليه. ختم ممهر بختم الدكتوره خديجه. وفتحنا الساعه كذا ولقينا جواه كذا وكذا وكذا، قمنا بفحصه. وبعد فحصه قمنا بتحريزه مره اخرى لارسامه الى معامل الطب الشرعي، ويروح عامل القصه دي تاني والختم بتاعه كده، يروح بتاع الطب الشرعي، يقوم بتاع الطب الشرعي عايز يفتحه في المعمل، يروح محضر فتح الحرز الفلاني. دي سلسله كل ما اتعامل مع هذا الحرز يعمل كده، وبعد ما ياخدوا منه العين يروح محرزينه تاني. اذروايز اذا هذه السلسله بروكن ان اني واي يبقى ده الليجال ايفيدنس بقى ملوش اي قيمه. في قضيه عبد الحكيم عامر انا اشتغلتها. جه واحد بالنص كده وجاب حته سلوفان وجواها حته حشيش ممدوغه وراح قدمها لوكيل النيابه وزود تحريز وزود اي حاجه وادعى ان هو كان طبعا كان ده احد الناس اللي ليهم ثقل، يعني علشان من الضباط اللي ليهم ثقل وليهم انفلونس. ولما راح يسلم وكيل النيابه قال له خد، انا كنت جنبه في العربيه ساعه ما كان بيمضغ وهو دف في ايدي دي وجبتها لك، شلتها بجيب القميص وجبتها لك. طبعا وكيل النيابه خد ده وحرزه وادعى ان هو حرز. طبعا هنا ده ده ايه اللي ايه البني ادم اللي جايب حرز من بيت امه كده ومطلعه ومقدمه في قضيه ويدعي انه حرز، وايه وكيل النيابه اللي يقبل الحرز؟ طبعا وكيل النيابه هو مكبر هذا الكم اللي جاي او هذا البني ادم اللي جاي له بيديله حرز ما يقدرش يراجعه او ما هوش عارف، بيبقوا عيال اطفال لسه متخرجين من الكليه فبيقبل الحرز ده. طبعا من ضمن الويك بوينتس عندك في الشغل انت طلع حاجات زي كده في القضيه فاستكت خلاص، يعني مين هو ده حرز وقع في القضيه. انت فهمت ازاي؟ يبقى هنا هذا التشين اوف كاستدي if it is broken at any way فهذا الحرز لا قيمه له. يبقى احنا بنخش نرجع تاني للدي ان ايه. انا دخلت السين اوف ذا كرايم لقيت عندي بقعه الدم، قمت سواء هي صفق لسه بجمعها كده واروح لاممها بسواب كده حاططها في التست تيوب وقافل وحاططها في الظرف وكاتب عليهم محرر. وبعد لو هي دراي ستيت ستين دراي يبقى انا هضطر استخدم سواب وبالله في صلاين ومسح على الزين دي حتى ما ايه بوشها فيها وحطها في التست تيوب ومحررها. لو هدوم عندي وهم البيئه كلها دم وبتاع هاخدها اما حرزها وهي مبلوله كده لا هتعكس النفوذ. طب امال اعمل ايه؟ هنشرها في الشمس على السطح؟ لا تبوظ الشمس تبوظ. امال اعمل ايه؟ هنشرها في حته ظل كده ولحد اما تنشف ما احطهاش في فرن مجرد كده واسيبها لحد اما تنشف
وابتدي احررها. ده يعني عشان تبقى عندك فكره عن ازاي بنلم الحرز. طب لمينا الحرز اللي هو شايل الايفيدنس اللي عليه البروتين بتاع البني ادم دوت، انا معاكم عامل الطب الشرعي، يبتدوا اول خطوه اللي هو فصل الدي ان ايه من البروتين ده. يبقى اول خطوه ان هو يستخلص الدي ان ايه اللي هو موجود داخل النيوكليا او بعد الوفاه او بعد ما الحرز كده النيوكليس بتجريديت والدي ان ايه بيطلع بره النهاوي، يعني يعملوا كيس معينه ويحرضوا عليها الحاجات ديت لحد ما يستخلص الدي ان ايه كيو كده. طب الدي ان ايه بقى عندي كيو كده، الخطوه اللي بعديها انا عايزه حد عليه مواقع اللي انا هدرسها بتاع المعمل بعدي الكيس بتاع الطب الشرعي انا هدخلها. الكيس دي تبقى عباره عن سوزايت وكل الاسس المواقع اللي انا عايزاها حطها البرايمر. البرايمر ده عباره عن انزايمز، الانزايمز دي زي المقصات بتخش تكسر الدي ان ايه عند المواقع المحدده. يعني انا مدخله كانه الانزايمز دي انزايمز معينه تخش عند ثلاثه وخمس حاجات معقده، يعني افهم منها كده هتقصقص المواقع اللي انا عايزاها. بعد ما قصقصنا المواقع اللي انا عايزاها بسمح للعينه تخش على جهاز الايه؟ البي سي ار. عارفين الكلام ده طبعا سمعته. البي سي ار اللي هي زي الزيروكس اللي هتعمل لي ثاوزندز اوف كوبيز من العينات اللي انا محددها وتكبير كمان دي تعمل لي عينات منها كتير كتير كتير. بعد ما السي بي ار البي سي ار عملت لي ريبيتيشن كتير قوي للمواقع بتاعتي او مسامحه لها ان هي تعدي على الكتروفوريتك جيل واوصله بالكهرباء يحصل ترابل الشورت بيسز تعدي فوق قوي وتحت الثانيه ولذلك يطلع ايه عندي كيرف على طول بليزر كاميرا متوصله بيه. الليزر كاميرا بتصور البروفايل اللي بقى مونيتور على التلفزيون ويبقى عندي متحفظ على الكاميرا وعشان اقدمه في المحكمه مع البروفايلز مع كل الخطوات اللي انا عملتها ويطلع البروفايل. انا عندي بالداتا بيز لو انا متوصله او عندي توصيله بالكمبيوتر الاصلي او ممكن يجيب لي على طول اعمل كومباريزون بين الدي ان ايه بروفايلز واقدر اقول هو ده او لا. تمام كده؟ فهمتوا حاجة؟ طيب الساعة كام؟ حلوة أوي. طيب هنحكي لكم على القضية اللي اشتغلناها وهي اللي بتبقى الكيو او اس اللي هي ايه؟ الكيو او اس اللي هي هتوزع عليكم وعشان تناقشوها وتعملوا ديسكشن للأسئلة اللي عندي. هي القصة كانت عبارة عن إن سنة 2004 يعني من 14 سنة جت لي في جامعة عين شمس عندنا مركز هناك للقضايا. فجت الست ديت تحمل همومها وتبكي ان جوزها توفي واتدفن وكان عامل كل ما يملكه ان هو بوليس التامين في مصر للتامين مش عارفه 3 مليون ولا 4 مليون وان هو مع ولاده الثلاث صبيان ما معهاش لا تاكلهم ولا تدخلهم المدارس ولا وهي حاطه امالها كله على بوليس التامين. طيب خدنا القضية قريناها لقينا القصة كالآتي. القصة دي راجل أعمال شاب عنده 40 سنة والراجل راح عمل التأمين ده ودي من القضايا هتبصوا تلاقوا في الطب الشرعي عندنا مراجع اسمها بس انشورنس كيسز التأمين لأن طبعا حاجة معروفة جدا إن واحد يعمل تأمين وينتحر أو حد يقتله علشان ياخد التأمين اللي هو ليه صالح وكده. طيب الراجل عمل التأمين وهم عايشين في منطقة فين في اسكندرية مش عارفة في حتة في اسكندرية يعني. المهم الراجل سابهم في اسكندرية وقال لها أنا طالع الفيلا بتاعتنا في العجم. طلع في الفيلا بتاعته في العجمي مع السواق بتاعه دخل اوضه النوم بتاعته والسواق منتظر بره الساعه 4 العصر لحد 4 ثاني يوم 4 العصر ما خرجش. دخل الواد السواق كلمها قال لها الحقي الباشا مات. الست راحت جايه بقى والدنيا بقت الليل قامت راحت ايه مكلمه اخوها دوت فارماسيست صيدلي وجه راح مكلم حد يساعده غسلوا الجثه هم منهم فيهم كده وراحوا دفنوه بالليل
في مقابر الزوجة أبوها يعني اللي هي على مقابر موجودة عندهم في منطقة الرمل. ودفنوا الراجل، عدى عليه 3 شهور وابتدت هي تطالب مصر التأمين بالبوليس. فمصر التأمين قالت الله أنتم ما علمتوناش ليه إن هو من 3 شهور مات. طيب ودفن فين؟ في طبعا عصفورة كلمت مصر للتأمين قالت لهم فلان ده وخلينا نسميه أي اسم يعني إكس دوت ولا ناصر مثلا، ناصر ده ده ما ماتش ولا حاجة، ده هربان بره واللي اتدفن ده حد تاني. ف وأنا ده أنا مراته التانية، ده أنا مراته التانية وهو موجود في البلد الفلانية وبتاع طبعا وعشان ما طيب. فمصر للتأمين راحت اتقدمت ببلاغ للنيابة وقالت لهم إن إيه اللي اتدفن دوت مهواش فلان الفلاني، واحنا بنطالب ب عايزين نحدد هوية اللي اتدفن ده، هل هو فعلا البني آدم اللي اسمه ناصر ده ولا لا؟ فصارت المشكلة. طيب راحت النيابة مطلع أوردر، يلا روحوا طلعوا من التربة كده. لما يجي أوردر لاستخراج جثة كده لابد ان هو بيستدعي ناس معينه تبقى حاضره، اولا لازم يبقى حاضر وكيل النيابه ده او من ينوب من عنده. خلاص ادي واحد. وبعدين تاني حاجه لازم يحضر التراب صاحب التراب اللي كان حاضر لوقت الدفن. ده لازم يبقى موجود في وقت الاستخراج. تالت حاجه لازم يستدعي الاهليه اهل الراجل اللي هم عارفينه علشان وقت الاستخراج اذا كان في امل الاستعراف عليه. فكان موجوده مراته واطفاله الثلاثه. طبعا ناهيكم عن الجانب النفسي، خلينا احنا بنتكلم عن الجانب المادي جدا اللي احنا عايزين ايفيدنس وبتاع، لكن طبعا ناهيكم على الجانب النفسي لاطفاله ان رايحين تربه ابوهم ويطلعوا هيطلعوا الجثه ويبصوا عليه ام المبني عليه. تمام، جابوهم وخدوا اوردر باستخراج الجثه. الطبيب الشرعي اللي رايح من ضمن البيرسونيل طبعا هو اللي هيعمل الشغل، طبيب شرعي طبعا بيبقوا اولاد لسه صغيرين والحديث التخرج، فرايح لا هو مذاكر ايه اللي عليه ولا ايه اللي المفروض يتعمل ولا عارف حاجه ابدا. وبعت رئيس الهيئه بتاعه قال له روح عشان تعمل استخراج جثه واستعراض. طيب راحوا سنه 2004 راحوا دخلوا التربه وفتحوا حددوا التربه، فتحوا التربه عدى 3 شهور طلعوا المتوفى، فتحوا الكفن هو ده هو امه مع عياطه ومراته لطمه والعيال هو بابا ده هو بابا. الطبيب الشرعي شاف كده قال يلا لفوا تاني ودخلوه، هاتوا وراحوا ايه مدخلينه وكتب تم الاستعراف بواسطة ايه 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 ايه. هو عمل استعراف؟ ما عملش استعراف، دخل الطبيب الشرعي ده شاطر؟ لا. الطبيب الشرعي ده يضيع حقوق الناس؟ الطبيب الشرعي ده عليه اكسبلانيشن مارك كبيرة؟ هو واللي معلمه واللي بعده، مش كده؟ طيب. دخلوا الجثه تاني، طبعا الجثه عليها 3 شهور، حد يقول لي 3 شهور وهي مش معفنتش وكده؟ طبعا احنا لو هناخد التحلل اللي بيحصل بعد الوفاه، لكن لما الجثه تتدفن على وجه السرعه وتتكفن وتخش القبر وما يتفتحش عليها تاني بتبقى زي الشرنقه، يعني حتى التحللات تبدا من الداخل للخارج. يعني انت فاهمه ازاي؟ فلما تخرج ممكن الاكسترنال فيتشرز تشوفها، لكن مع خروج تاني زي الشرنقة تبدا بالظبط اللي خرجت منها الفراشه، لو جيت تمسكها هتعمل ايه؟ تبقى ناثينج خلاص، يعني ده بالظبط طلوع ودخوله كده بيضيع كل تعرضه للكونتامينيشن كمان للبكتيريا الكونتامينيشن وكده تو انهانس عمليه البيتريفاكشن التحلل، واي ايفيدنس موجوده عندك مش هتبقى ليها فاليو زي ما كانت في الاول. طيب هم استعرفوا عليه كتب كده وودى للنيابه. النيابه خدت وبلغت مصر للتامين ان هو اللي مات ده ناصر. طبعا راحوا هم ده هيدفعوا كتير. قال لك ايه راحوا رايحين معترضين وقالوا لا ده ما عملش الدي ان ايه. ما عملش الدي ان ايه. ده مش ما عملش الدي ان ايه ده ما عملش حاجه خالص. ده اضعف الايمان. طيب كان عمل الدنتال برينت. يعني سنان متواجده مثلا. يعني اي حاجه. فراح وكيل النيابه عمل اوردر ثاني استخراج الجثه للمره الثانيه وعشان ياخد عينات استخراج وتحليل الدي ان ايه.
طبعا كانوا تيجي يقولوا خد من الاحشاء وبتاع عشان تشوف لنا هو واخد سموم ايه طيب راحت لموا الناس تاني وعيال الراجل تاني ومراته تاني وراحوا بالقصه تاني طلعوا الجثه تاني. طبعا كانت الفيتشرز بتاعتها اتبهدلت وفتحوا كفن تاني بقى ما فيش حاجه سكيلتون. ابتدوا ياخدوا عينات علشان زي ما النيابه قالت له فخد عينات من قبوه الدماغ اللي هي الفولت وخد شويه فلانجيس وحاجات كده وراح محرزهم وبعتهم لمعامل الطب الشرعي في اسكندريه. وخلاص النيابه مستنيه بقى بتبعت لبتوع الطب الشرعي يقولوا لنا النتيجه ايه؟ بتوع الطب الشرعي في اسكندريه لا احنا ما عندناش معامل يبعتوهم مصر. راحوا منزلين العينات بعتينها القاهره. استلمت العينات دكتوره صغنونه كده في القاهره. فانا على بال ما تعرف يعني هتتصرف ازاي ولا تعمل ايه؟ حطتهم في درج المكتب. طبعا العينات ليها بروتوكول عشان تتحفظ. لما اكون انا هعمل دي ان ايه لازم في درجه حراره معينه ولازم ما يبقاش في كونتامينيشن معين ولازم ولازم ولازم. الدكتوره خدتها وبعدين على بال ما سالت وكده قالوا لها يقول ما عندناش كيتس للدي ان ايه. ما عندناش كيتس. راحت بعت للنيابه قالت لهم ايه تعذر علينا استخراج الحمض النووي نظرا في نقص في متطلبات ومش عارف ايه. النيابه تبعت يا جماعه ردوا علينا في 9 شهور. وبعدين الدكتوره بعت نوبه واحده كده لقد تم استخراج الحمض النووي بفضل الله تعالى. ماشي. هم تفتت ذهنهم ليه؟ رئيس المصلحه قال لها كده ابعتي التحاليل تتعمل عند الدكتور خلف الله بتاع كلينيكال باثولوجي في وسط البلد. ويجيب لنا النتيجه ويقول لنا دكتور خلف الله ده بتاع ايه؟ بتاع كلينيكال باثولوجي بيشتغل اساسا في ايه؟ بتديشو ماتشنج عشان زراعه الاعضاء. تمام؟ طب خد العينه دي هو بقى اورينتد هم عايزين ايه؟ ولا اي حاجه. وبعدين هل ينفع مكان زي كده كلينيكال باثولوجي يروحوا كل حد بفلوس يجد اكسس للدكتور ويتكلم معاه ويعرف النتائج ينفع ابعت فيه قضيه انا اشتغلها عايزه فيها حكم محايد؟ ما ينفعش طبعا. اذا الطب الشرعي لازم يبقى ده حاجه يعني اوفيشال جدا وحاجه سيكرسي يعني منتهيه الى ابعد مدى. فالراجل خدوه وعمل التحليل زي ما بيعمل كل العينات اللي عنده بالجنس بتاعته بالكيتس بتاعته على المواقع بتاعته وبعت النتيجه. قال لها طب بس هاتوا لي عينات من مراته. هاتوا لي عينات من مراته ومن امه ومن العيال. هو هيدور على كذب الظاهر اللي متوفي عند الجماعه دول. جابوا له العينات عمل جدولين وبعتهم. حط الراجل كده النتائج بتاعته وحط مره مراته في الجدول مع عياله وبعدين حط امه مره في الجدول مع عياله وبعدين خرج في النهايه وقال ايه ما هوش ناقص. بمقارنه النتائج ما هوش ناقص. او هو بعت النتائج للبنت الصغيره دي بقى في الطب الشرعي بالمقارنه ما هوش ناقص. وبعتوها للمحكمه والمحكمه قالت ما هوش ناقص. خلاص الست بقى مراته عارفه ان هو جوزها اكيد متاكده هي ديت شهور من ده. ف قالت النيابه راحت للنيابه وبتاع رفضوا. حد اللي كان في الكوبري فجاية تقول لي قالوا لي روحي هاتي تقرير طب شرعي خاص علشان النيابه تقدر ان هي تجد سكه يعني تقتنع بالراي يعملوا فرق. قعدت اذاكر بقى من 2004 ما كنتش اعرف حاجه عن الدين اني قعدت اذاكر من اقول له الابحاث ايه والقصه ايه والكلام دوت وكتبنا لهم راي قلت لا ساعتها عشان قلت لكم غشيت السنان بتاعت البوسنه والهرسك. هي في القضيه دي بقى. رحت انا بقى هنا هو افتح تاني قلت لهم بقى خرجوا البوسنه تاني وخدوا لنا عينات من السنان ومن اللونج بونز اللي فوق عشان نقدر بعيده عن الكلانجيز عشان نقدر ان احنا ندور على عينات الدي ان ايه من اول وجديد. وبعتوها حتتين وسفروها بره على حساب الست حتى وتتعمل التحاليل والقرن. هنا بقى النيابه لما الموضوع كده واقتنعت بهذا الراي راحت بعتها للادله الجنائيه. طبعا الادله الجنائيه كده في الدي ان ايه ما شاء الله والعيال بتوعها متدربين بره
امال يعني ورد ارهابي هيضيع امن الدوله؟ صحيح والله؟ لا طبعا. لكن الادله الجنائيه ما بتخدمش في كل القضايا. يعني ما تفهمين ازاي؟ فالادله الجنائيه لما خدت العينات وعملتها على الصح بتاع ربنا وبالكيتس المظبوطه طلعته نص. طلعت النص. والقضيه اتخلص بعد ما الراجل خرج كام مره وبعد ما القصه اتكلمت. النقطه بقى هنا اللي عايز يدرس في موضوع الانشورنس. يعني انا الست جت بقى قلت لها طب انا فين حقي بقى؟ عايزين فلوس. قالت لي يعني عايزة باي باي ما اعرفش ايه. حقيقي والله انا قلت الله ما تجيب لي ناقصه. القانونية بتاعة مصر للتأمين. قلت لهم انتم مركزين على حتة انه نصر ومش نصر؟ طب ما ركزتوش على حتة ان هو ده اتقتل او انتحر مصر؟ قال لي لا البوليس بتاعنا ما بتبصش على كده، المهم انه يموت نصرف التأمين. بس وانا ما قلتش حاجة. بقى القضية دي هتلاقيها موضوع الايدنتيفيكيشن من كل الجوانب، من جانب الاستعراف الجنرال فيتشر كده.